معكم مهندس حسين القاضي، وإن شاء الله اليوم في لقائنا السابع مع بعض، وفي موضوع خريطة الطريق لتكون مدير مشروع دولي، رود ماب تو بي ان انترناشونال بروجكت مانجر. هي أنا سعيد بتواجدي معاكم كل أسبوع، وبنشكر الباشمهندس عمر الحقيقة جدا 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 وكل طاقم بيم أريبيا. نشكر الباشمهندس محمود معتز على ادارته للموضوع بالنسبه لليوتيوب، لان هو يعني كتر خيره يعني عمل مجهود جامد في العرض والكلام ده كله. وبنبدا النهارده موضوع استكمال الموضوعات اللي فات. الموضوع الحقيقه ايه، مش ناس كتير بتطرقه، لكن هو موضوع في غايه الاهميه بالنسبه لاداره المشروعات، اللي هو بيئه المشروع والاطراف المتداخله. الاطراف المتداخله اللي هم الستيك هولدرز، بيئه المشروع اللي هو ايه؟ برودكت انفايرمنت اند ستيك هولدرز. الحقيقه موضوع البروجكت انفايرمنت ده هيبان لنا بعد كده، هم ثلاث انفايرمنتس، ثلاث بيئات: البيئه الداخليه، وبعدين الانترنال انفايرمنت، وبعدين المايكرو انفايرمنت والماكرو انفايرمنت. والستيك هولدرز اللي هم الستيك هولدرز دي ده لفظ مفروض جدا، اللي هم الاطراف المتداخله، اللي هو اي حد مش بس له علاقه بالمشروع بس، يعني هيؤثر او يتاثر بالمشروع مهما كان التاثر كبير او صغير. لازم ندرس الموضوع صح. وانا يعني اسمع من زمان ان في مثلا مديرين مشاريع لازم كل شهر يعمل تجديد للايه؟ للستيك هولدر اناليسيس بتاعه. وان شاء الله اذا في عمر ان شاء الله نبقى ناخد موضوع الستيك هولدر مانجمنت ده بعد كده، اذا ان شاء الله باذن الله تعالى متاخرا. بس احنا دلوقتي بنتكلم دايما على ما يخص اداره المشروعات الدوليه ان جنرال، مش الدوليه يعني دولي بس، يعني كله يعني كل اطراف المشروعات كلها. بس انا بتكلم على المشروعات الدوليه لان دي ايه اوسع من المشروعات المحليه. وان شاء الله ربنا ايه يقدرنا جميعا ان احنا نكون عند غصن ظنكم، وباذن الله تعالى ربنا يعني يصل حل للجميع، ان احنا يعني نعمل كونتينوس امبروفمنت زي ما بنقول. يعني في الاجنده بتاعت الموضوع بتاع النهارده، اول نقطه فيها فهم طبيعه بيئه المشروع والسمات المميزه لها. هنستعرض مع بعض يعني ايه بيئه مشروع، وايه السمات المميزه لها، الكاركترستكس بتاعت بيئه المشروع. وبعدين هنتكلم في النقطه الثانيه، الايمان باهميه دراسه وتحليل بيئه المشروع. ليه انا بحلل بيئه المشروع؟ لازم اعرفها واعرف يعرف اعرف اهميتها وتتحلل ازاي. النقطه الثالثه، معرفه العناصر والمكونات اللي تتالف منها بيئه المشروع. احنا عندنا قلنا ثلاث انواع من البيئات: البيئه الداخليه internal environment، وفي المايكرو انفايرمنت اللي هي البيئه، اول بيئه بتؤثر على المشروع، وبعدين الماكرو انفايرمنت اللي هي البيئه الاكبر. دي بالظبط زي ما بقول، انا مثلا عايش في حي فبتاثر بيه وكل الناس اللي فيه، وبعدين عايش في مدينه، المدينه دي طبعا عايش فيها وبتاثر باللي فيها، وبعدين ايه عايش في حاجه اوسع اللي هو الوطن نفسه في البلد الكبيره، وكل واحد فيها لها تاثير. ده يعني ايه مقارنه سريعه يعني او تقريب سريع للموضوع، التشابه يعني ما بين الانفايرمنتس اللي هي يعني هنستعمل ان شاء الله باذن الله تعالى. النقطه الرابعه، ادراك كيف يمكن تحقيق التوافق مع المتغيرات البيئيه. يعني في مع كل بيئه منهم في متغيرات، ازاي نحقق التوافق بقى بين المتغيرات البيئيه اللي بتحصل واحنا خلال مرحله المشروع او واحنا بندرسه او في البروجكت فيز اللي اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هي عباره عن سبع فيزز. من الاول بري فيزيبيليتي، مره بالفيزيبيليتي، ثم بالديزاين، ثم بالبروكيورمنت، ثم بالكونستراكشن، ثم بالكوميشننج اند هاندنج اوفر، انشئ هاندنج اوفر، بعدين فاينل هاندنج اوفر اند بوست ايفالويشن. هم السبع فيزز بتاعت المشروع. النقطه الخامسه، التعرف على الاطراف المتداخله في المشروع اللي هي الستيك هولدرز في المشروع، وازاي ازاي بتاثر على الاهداف. طيب النقطه السادسه،
اكتساب مهارة التعامل مع توقعات الجامعات ذات العلاقة وإدارة التنقل بينها، اللي هي ازاي نتعامل مع الستيك هولدرز او الستيك هولدر. يعني في موضوع جميل اسمه ستيك هولدر اناليسيس، وده يعني هنشير اليه النهارده، هنتكلم عليه بمنتهى السرعه، لكن هو برضه زي اي حاجه يعني. هنا الدنيا يعني اتغيرت تماما، وبقت العمليه بتتعمق اكثر وبتتخصص في كل مجال، له تخصصات اكبر بكتير من يعني احنا زمان قوي كان مهندس المشروع هو كل حاجه، كل حاجه. انما دلوقتي في تخصصات كتيره جدا، خصوصا اذا كان مشروعات يعني ايه كبيره ولا صغيره. على فكره الموضوع مش موضوع كبير وصغير، لا لا، في تخصصات ما بقتش مش حاجات كبيره وصغيره، بس تبقى موجوده بس بالحجم وبالكوست اللي هو يتناسب مع حجم المشروع ومع التكاليف بتاعته. طيب بيئه المشروع والاطراف المتداخله، هو في تعريف شائع للمشروع. احنا طبعا اتكلمنا على تعريف المشروع، ان هو اي فكره او اي هدف او اي يعني في تعريف كتير للمشروع. فالنهارده عشان نقرب للذهن شويه بنقول تعريف احد التعريفات اللي هي ايه؟ المشروع تجمع بشري توصيف يستهدف تحقيق غايه محدده ومواصفات خاصه وفي اطار زمني وتكلفه معينه، وذلك في ظل ظروف بيئه معينه. يعني واضح الكلام، يعني ان هو في تيم عندهم غايه بيستهدف تحقيق غايه معينه، ولهم لها مواصفات واطار زمني وتكلفه. نفس الكلام اللي في بس هنا بيركز على ايه؟ على انه تجمع بشري، عشان احنا هنتكلم هذا على الستيك هولدرز. والستيك هولدرز ده كله الاساسي هنتكلم فيه على الايه؟ على البشر او على المؤسسات اللي فيها بشر اللي بتؤثر او بتتاثر بالمشروع. التعريف ده هيتضح لنا ما يلي. المشروع كيان اجتماعي، فعلا كيان اجتماعي، لان ده المشروع من مده مثلا مش يعني في مشروعات في في مشروعات مدتها شهر، ومشروعات مدتها شهرين، في 3 شهور. لما في مشروعات بتقعد مده سنه واثنين وثلاثه واربعه، مشروعات كبيره بتقعد اكتر من مشروع فضاء، مشروع الحاجات الاي تي الجامده اللي هي مثلا فيها جي 5 او الحاجات الانترنت اوف ثينجز، الحاجات الحديثه. فدي مشروعات بتقعد مده كبيره وفي ناس كتير بتشتغل عليه، فبيبقى كيان اجتماعي، يعني مجموعه الناس اللي بيشتغلوا فيه والناس اللي بيتاثروا بيه او بيؤثروا بيه موجودين ستيك هولدرز. يعني يسعى الى تحديد اهداف محدده، يتكون من نظام كامل ومتناسق، يتاثر باحتياجات والطاقه البشريه الداخليه وكذلك الاطراف الخارجيه ذات الارتباط بيه. وده كلام اللي بنقوله دلوقتي، ان احنا هيبقى عندنا بيئه داخليه كل الافراد اللي بتشتغل على المشروع، والبيئه المايكرو انفايرمنت البيئه اللي وراها، والماكرو انفايرمنت. كل دي يعني ايه الفاظ هتقابلنا دلوقتي، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني اخر اللقاء يعني ايه نحس ان احنا وصل لنا حاجه يعني ايه يعني مساعده. احنا عايشينها كلنا وكلنا عارفينها وكلنا بنشتغل فيها كل حاجه، لكن زي ما قلنا قبل كده ان الاداره دي ربنا حاططها في البشر يعني من ضمن الكاركترستكس اللي عنده، ولكن ايه غالبيه البشر ما بيستخدموهاش. يعني يعني انما ان شاء الله باذن الله تعالى كلنا نعرفها ونحددها ونشتغل بيها باذن الله تعالى باذن الله. طيب بيئه المشروع والاطراف المداخله، يعني ايه بيئه المشروع؟ هي كافة القوى والمؤثرات التي تقع خارج المشروع والتي تؤثر على أدائه أو مستوى تحقيق الأهداف. الحقيقة بنقول تقع خارج المشروع، هي تقع خارج المشروع اللي هي المايكرو انفايرمنت والماكرو انفايرمنت اللي هو البيئتين الخارجيتين، وهنعرفهم بعد كده هيبانوا قدام. إنما في البيئة اللي هي جوه المشروع نفسه يعني هنشوفها دلوقتي. السمات المميزة لبيئة المشروع تمثل الإطار الخارجي الذي يحيط بالمشروع، بتنطوي على قوى ومتغيرات يصعب التحكم فيها والتنبؤ بها،
يعني احنا جوه المشروع بيبقى عندنا تيم، بيبقى عندنا ظروف معينه جوه المشروع بنشتغل كل يوم او كل ساعه او كل كده، بنقدر كبشر مع بعض ان احنا نتحكم في ايه، الى حد ما نتحكم في ايه، في كل حاجه في المشروع، في كل الريسورسز، في التايم، في الكوست، في كل حاجه. انما في قوه بتبقى قوه متغيره بيصعب التحكم فيها، اللي هي المايكرو انفايرمنت، صعب جدا ما تحكمش فيها، لازم اعرف ازاي اتعامل معاها. والماكرو انفايرمنت بتبقى اخطر لان هي اكبر من الماكرو انفايرمنت. زي ما قلنا انا عايش في حي كانه مشروع مثلا او حاجه، فبقدر ان انا مثلا عارف الجيران، عارف الناس دي كلها على خير، واعرف ان انا ايه اي موضوع اقدر ان انا احل فيه. لو الحي ده في مدينه ممكن اتحرك اكثر شويه، لو عندي مشكله اكبر في تتعلق بالمدينه اقدر ان انا ايه اتعامل معاها، لو قدرت اوصل ان لطرف فيها او اي حاجه، ان انا في موضوع عايز اعمله او اي حاجه، يبقى نقدر ان احنا ايه نحله. لو الماكرو انفايرمنت ده اللي هو الكبير قوي، هو لو انا في وطن لازم الوطن ده فيه برضه فاكتورز كثيره جدا، وازاي اقدر ان انا كانفايرمنت او كفاكتورز ان انا اتعامل معاها، بتبقى طبعا اصعب من ان انا بتعامل على حاجه جوه الدائره الوسطانيه اللي هي المدينه، او الدائره الاصغر بقى اللي هي الحي اللي انا عايش فيه. تنطبق الدرجه عليها من عدم التاكد، وانا بعمل الاكسبكتيشن او بعمل اناليسيس، يبقى درجه كبيره جدا من عدم التاكد في ايه؟ في المايكرو والماكرو انفايرمنت. تشتمل على مجموعه من القيود والفرص. ودائما التغير دائما بتتغير، يعني مش حاجه ثابته، بتتسم بالتعقيد والتفاعل بين مكوناتها. وده برضه ايه ان شاء الله هيبقى لنا، احنا بنشتغل دلوقتي ان شاء الله احنا مع بعض. طيب هنا هنتكلم عن the project environment، environmental factors. انا الحقيقه يعني ده بنعمل ميكس شويه ما بين الارابيك والانجلش، عشان برضو ايه في كل برزنتيشن ميكس اب سام فوكابيلاري، وده مهم جدا يعني، لان احنا يعني زي ما اتفقنا قلنا الانجليش ده نمبر 1، ولازم الناس نتقنه يعني، حتى ما تبقوش زينا، تبقوا احسن مننا في الحمد لله احنا الانجليش بتاعنا معقول كويس، لكن انا عايز الجيل الجديد كله يبقى يعني يتقن الانجليش. دي مش دعوه ولا تعصب لحد ولا حاجه، انما هو يعني مش للاسف هو ده يعني، او زي ما قلنا قبل كده ان احنا باللغه العربيه يعني نشرنا العدل في العالم لمده 700 سنه، فاللغه الانجليزيه النهارده اللغه الاساسيه، لغه العلم، لغه البحث، لغه التعامل في الدنيا بحال. Environmental factors play a major role in defining the project's success or failure. All projects have both external and internal environments. بنتكلم عليها دلوقتي. The external environment is composed of a general environment with task environment. اللي هما برضو ايه؟ الـ general environment والtask environment اللي هنتكلم عليهم، اللي هو بقى المايكرو والماكرو. الترمينولوجي يكون اختلف شويه، لكن احنا برضو بنتكلم بناخد كل انواع الترمينولوجيز او كل انواع الفوكابيولري اللي ممكن يقابلنا في هذا الموضوع. The general environment is composed of the non-specific elements of the project surroundings that might affect its activities. It consists of dimensions such as the general environment بقى اللي هي ايه؟ دي الجنرال انفايرمنت اللي هي اللي هي الجيوفيزيكال اسبيكتس، اللي هي الاسبيكتس الجغرافيه يعني. الثاني ايكولوجيكال، ايكولوجيكال هنا اللي هي دي اللي هي الانفايرمنتال بالمعنى بتاعها، بس في هنا عشان الانفايرمنت مختلف هنا يعني، برضه هي بيئه المشروع، البيئه اللي هي المشروع نفسه. ايكولوجي اللي هي علم ايه؟ اللي هي الخاص بالطبيعه بقى والبيئه نفسها، يعني ايكولوجي البيئه الصحراويه، البيئه الزراعيه، البيئه القطبيه، يعني البيئه الطبيعيه زي ما ربنا خلقها الايكولوجي. السوشيال اسبيكتس اللي هي الايه؟ الاسبكتس الموضوعات او المتعلقات بالايه؟ بالسوشيال، بالمجتمع يعني او الاجتماعيه. الكالتشرال اللي هي الثقافيه. الايكونوميكال اسبكتس الاقتصاديه. فاينانشال اسبكتس اللي هي الماليه. ليجال اسبكتس اللي هي القانونيه.
تكنولوجيكال اسبكتس اللي هي التكنولوجيه. دي جي اي انفايرمنت هتبان بعد كده برضو، بس انا القصد ان يعني احنا بنحط شويه ايه كام تيرمز بحيث ان احنا برضو ايه يبقى معانا يعني يعني كل مره كده كام تيرم، طبعا اغلبيه الناس عارفينه بس برضو تاكيد على ان احنا ايه نستخدم يعني هنستخدم الاثنين. طيب هنا التاسك انفايرمنت بقى اللي هو ايه المايكرو انفايرمنت. The task environment consists of specific dimensions of the project surrounding that are very likely to influence its ability to achieve its objectives. These include forces such as the task environments اللي هي المايكرو انفايرمنت اللي هي يعني external micro environment، ال customers, suppliers، دول بيؤثروا على المشروع وهيبان في الثلاث دوائر اللي هيبان معانا بعد كده. لما دول اللي هو 6 فورسز اللي هي بتاثر على المشروع وبتتاثر بيه، الكاستمرز اللي هم الزباين بتوع المشروع، السبلايرز اللي هم ممول بيجابوا حاجات للمشروع، السبلاير اللي هو الموردين للمشروع، الريجوليتورز اللي هم المنظمين للمشروع، كومبيتيتورز اللي هم المنافسين للمشروع يعني اي مشروع كومبيتيتور يعني. طب الفاندنج ايجنتس اللي هي الايجنتس اللي هي التمويل يعني سواء بنوك سواء شركات ماليه كبيره اللي بتفند اي بروجكت يعني. الجفرنمنت والجفرنمنت اللي هي الحكومه يعني. طيب لماذا يجب الاهتمام بدراسه وتحليل البيئه؟ ليه لازم احلل البيئه بتاعت المشروع سواء بيئه داخليه الانترنال انفايرمنت او المايكرو انفايرمنت او المايكرو انفايرمنت؟ ليه لازم احللها؟ لماذا يجب الاهتمام بدراسه تحليل البيئه؟ يتوقف نجاح المشروع الى حد كبير على دراسه وفهم العوامل البيئيه المؤثره والاستفاده من اتجاهات هذه العوامل ودرجه تاثير كل ما. اذا رجعنا لل 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 ان شاء الله لل لل للموضوع اللي كان فيه اسباب تعثر المشاريع. انا ما عملتش او انا ستيك هولدر اناليسيس بيتاخد من الانفايرمنت. دي مش ناس كتير بتؤكد عليها هي، بس انا بؤكد عليها النهارده ان انا الستيك هولدر اناليسيز بتتاخد من الثلاث انواع انفايرمنت. يعني عشان اعمل حد الستيك هولدرز واعمل على الستيك هولدرز لازم اعرف الثلاثه انفايرمنت لان لهم ارتباط وثيق ومباشر يعني. فليه بقى انا لازم اعمل دراسه تحليل البيئه؟ طب هو بيتوقف النجاح ان انا اعرف البيئه فيها ايه وفاهم العوامل البيئيه المؤثره واستفاد من اتجاه هذه العوامل ودرجه التاثير منها. يعني كل فاكتور من العناصر ما يبقى اعتقد حوالي 6 في 3 في 18، وطبعا في حاجات اكتر يعني بس دي بقى دي اكتر حاجه مباشره ومختصره، ان دي كل الفاكتورز اللي بتاثر في المشروع وفي انهائه وفي الاستفاده منه وفي حاجات كتير. طيب تحليل البيئه واتخاذ القرار اللي هو ايه environment analysis واتخاذ القرارات. يساعد تحليل البيئه في اتخاذ قرارات جيده بشان ايه بقى؟ الاهداف التي يجب تحقيقها. يعني انا ممكن انا بفكر في حاجه وبفكر اهداف معينه ما تتحققش في البيئه اللي انا فيها. ابقى بيئه صحراويه وعايز مثلا ازرعها، ممكن تزرع بس يعني ايه في ده تقريب للموضوع دلوقتي كل حاجه مفيش حاجه بتتعملش دلوقتي. عايز اطلع القمر واعمل فيه مثلا حاجه يعني الاهداف اللي تحققها يعني ناخد القرارات تبقى قرارات جيده زي الاهداف اللي بتحققها، الموارد المتاحه وكيفيه الاستفاده منها، مجال العمل وخصائص المشروعات والقيود المفروضه انها يعني ايه المشروعات اللي ممكن تتعمل في ظل الثلاث انواع من البيئات دي، وايه الكاركترستكس بتاعت المشروعات وايه الكونسترينتس اللي فيها اللي عليك. يعني ممكن اجي ابص في مشروع واجي بعمله الاقي القيود الموجوده عليا في المكان ده او في البلد دي او في 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 الحي ده او في اي يعني بصرف عن اي حاجه ان انا مش القيود المفروضه بتمنعني ان انا اجي اعمل حاجه معينه او اعمل المشروع ده واحقق الهدف اللي بفكر فيه. استراتيجيات التسير اعتقد ان احنا لسه ما اتكلمناش على الكوست مانجمنت، هنتكلم فيه ان شاء الله. التسعير عشان نقول السعر ده
ما هواش الفاليو بتاعت الحاجه اللي عندك، اللي هي فاليو بتاعت السيرفيس، ولا هي فاليو بتاعت الجود اللي انت بتنتجها، المنتج بتاعك. التسعير ده عباره عن الكوست بتاعك بيضاف له الكوست بما فيها اندايركت واندايركت وكل الكوست الموجوده بيضاف للمارك اب. المارك اب ده بيتحدد بقى بحاجات كثيره جدا. بيتحط اما يعني في ناس بتحطه ثابت زي ما هو، طبعا ده يبقى يعني يبقى كلام مش مظبوط. انما لو انا شركه مقاولات وعندي عده كتير جدا وعندي ناس كتير جدا وما عنديش شغل خالص، ما يهمناش ان انا المركب بتاعي بدل ما انا بحط مثلا 10 15 مثلا احطه 10، ما يهمناش ان انا احطه 5. انا شخصيا شفت في دوله من دول الخليج اما بدات المشاكل بتاعت الشغل وقف وكان بيقوم من اوله، الحقيقه كان مهندس شباب الحقيقه، يعني حقيقه، وكان يعني من ابنائنا يعني، لقيته قال لي انا بحط مركب 3%، وهو حط مشروع وكان ماسك مدير مشروعات في هذا البلد في السعوديه يعني، عشان بس يلا مش مشكله يعني الحقيقه. وشاب وعجبني جدا فكره، وقال لي انا يعني لازم افضل في السوق ولازم الناس بتاعتي تشتغل وما مصرفش على المخازن وما مصرفش على العده وما مصرفش على الناس وهم قاعدين، انا باخد مركب صغير وهو له حق. وشاب من الشباب جميل جدا وربنا يبارك له يعني، وان شاء الله يكون بخير، وما اعرفش سمعنا او موجود او مش موجود، لكن لازم نذكر برضه ابنائنا بالخير يعني، وما بنقولش اسماء عشان ما نبقاش بنعمل دعايه لحد يعني. استراتيجيات التسعير برضه احنا اتكلمنا عليها دي ولا يعني ان التسعير بيتوقف على حاجات كتير جدا، وان شاء الله هنتكلم عليه باذن الله، نتكلم في الكوست مانجمنت. سمات العملاء ودوافع التعامل، ان انا لازم اعرف العميل بتاعي الاخراني اللي هياخد مني الفاينل برودكت الكاركترستكس بتاعته ايه، وهو بيعمل على ايه وعايز ايه. يعني انا ممكن اعمل اشتغل في حاجه داخله في صناعه، في يعني ايه منتج بيدخل في الصناعه بعد كده، او منتج فيعتبر منتج نهائي بالنسبه اللي هياخد مني حاجه، بعمل مثلا قطع غيار للعربيات، او بعمل اجزاء من مثلا حاجه معينه بتروح لحد اكبر يعملها، او ان انا بطلع منتج نهائي اكل شرب او مصنع اللي بيعمل عربيات. فيبقى ايه لازم اعرف الكاركترستيك بتاعت العميل العملاء بتوعي ودوافع وبيتعامل معايا ليه، يعني عايز ياخد ايه، عايز يشتري ايه، الكلام ده كله. الفرص المتاحه ودي مهمه جدا، لو انا مثلا في كمقاول ولاقي ان الشغل مثلا قلل، او انا مثلا يعني عندي عده كتير وعندي مخازن كتير، ولازم نخلي بالنا برضه ان ده موضوع مهم جدا. يعني دي احد الحاجات اللي انا اتعلمتها الحقيقه لما كنت في دبي في قبل 2000 وفي 2007 2008 تقريبا، ودي حاجه اتعلمتها هناك، ان الاوفر ريسورسز اوحش من الريسورسز الاقل. يعني انا لما ببقى في مشروع، لو انا الريسورس اللي عندي، لو انا الـ مثلا الهيومن ريسورس عندي اكتر من اللازم بتعطل بعض. لو هي محطوطه مظبوط ماشي، لو هي اقل انا ممكن اعوضها. اعوضها بايه؟ اني اخلي مثلا كل واحد في المشروع يشتغل ساعه زياده اوفر تايم محلوله. انما لو هو اوفر ريسورسز، الاوفر ريسورس لو انا حاجه محتاجه 10 تنفار وحط لها 20، لما بتخلص في الوقت اللي هو نص الوقت، لا لان ده انا حاطط 20 بدل 10، لا ده طالما المفروض اصلا عايز 10 بس لو حطيت فيه 20 ده ممكن يضيع الانتاجيه بتاعت ال 10 الثانيين، لان في ناس قاعده فاضيه. هذا ده الدرس اللي في اول حياتي يعني، من اول يوم اشتغلت فيه، ان يعني تكلف ناس بشغل، خلص شغله يمشي، ما يقعدش يكمل يكلم حد او يضيع وقت حد تاني يشتغل. فدي الفرص المتاحه. المخاطر والمعوقات. ما هي المخاطر بقى اللي قدام؟ اتخاذ القرار بقى في اداره مخاطر او في المعوقات او الى اخره. طيب العناصر التي تتكون منها بيئه المشروع. ما هي العناصر التي تتكون منها بيئه المشروع؟
يتم تصنيف العوامل البيئيه الخارجه من المشروع الى نوعين رئيسيين هما البيئه العامه وهي القوه المؤثره على كافه المشروع. هنا بتكلم على الايه؟ على النوعين الرئيسيين اللي هم البيئه الانترنال الاكسترنال اللي هي زي ما قلنا المايكرو والماكرو. فالبيئه الخارجيه للمشروع نوعين رئيسيين اللي هم ايه؟ البيئه العامه اللي هي الماكرو انفايرمنت اللي هي الكبيره، هتبقى الدايره دي وحمام برضه حطيناها قدامنا برضه، يعني هي دايره سهله جدا بتلخص الكلام ده كله بحط فيها وهتظهر لنا بعد كده في ايه قدام شويه. طيب البيئه العامه وهي القوه المؤثره على كافه المشروعات، يعني دي بتؤثر على كافه المشروعات اللي موجوده في في في, في البلد او الاخر، ولا تخضع لسيطره الاداره، ما بتخضعش لسيطره اداره المشروع في الاداره دي للمشروع. زي ايه؟ عوامل طبيعيه، عوامل سياسيه والاقتصاديه والتكنولوجيه والتشريعيه، كل دي حاجات بيئه عامه، بيئه عامه كل المشروعات عايشه فيها. انما ايه؟ ما تخضعش لسيطرتك، انت لازم تعرف انت بتعمل مشروعك ازاي تتعامل مع البيئه العامه، انما ان انت تتغيرها او تعمل يعني لا تعرف ازاي تتعامل مع ايه؟ مع البيئه العامه. البيئه الخاصه اللي هي الايه؟ المايكرو انفايرمنت، يعني الاكسترنال مايكرو انفايرمنت، مجموعه المتغيرات والقوى التي تقع في حدود تعاملات المشروع اللي بتاثر على المشروع ويختلف تاثيرها من نوع من مشروع لاخر، ويمكن التاثير نسبيا فيها وتشمل العملاء، الموردون، المنافسون، مصادر التمويل والملاك الى اخره. احنا هنا طبعا مش هنخش في كل العناصر الموجوده في كل بيئه، ده كتير قوي يعني، دي محتاجه ان الواحد يقعد يفكر بقى ويخش بعمق. بس انا بتكلم الكلام ده ليه؟ عشان كل مدير مشروع يعرف يعني ايه بيئه، يعني ايه المايكرو انفايرمنت، يعني ايه ماكرو انفايرمنت، يعني يتعامل معاهم ازاي، ازاي يحدد الستيك هولدرز بتوع المشروع، وازاي يعمل ستيك هولدر اناليسيز، ودي بدا لها ديتيلز بعد كده في اشاره للكلام في الاخر، في الاخر في كام سلايد كده في الاخر، لكن دي برضه دراسه قويه جدا وناس متخصصه فيها دلوقتي، زيها زي اي حاجه، زي الكونتراكت مانجمنت، انت كمدير مشروع تبقى عارف كونتراكت مانجمنت، بس لازم عندك مشروع كونتراكت مانجمنت، زي مثلا اي فرع عندك في اي فانكشن يعني في المشروع عندك. هذه المكونات البيئيه تتسم بالتعقيد والتغير المستمر، اللي هي بقى اللي هي العناصر بتاعت الايه بتاعت المشروع، وما يحتاج الى مراقبه واعداد خطط للطوارئ لتجنب الفشل واستثمار الفرص التي قد تنجم عنها. عندنا الريسك مانجمنت بقى، وعندنا الكرايسس مانجمنت، بتحصل كرايسس قصدي حديث كرايسس ازاي وهكذا. طيب ادي الدايره اللي بتبسط لنا كل موضوع. عندنا بيئه المشروع الداخليه الانترنال انفايرمنت، فيها ايه؟ فيها العاملون، الناس الممبرز اللي بتشتغل في المشروع، التيم بتاع المشروع وكل ما يتعلق بالمشروع، شغل المشروع، التيم اللي في المشروع، مين معاه تاني؟ الاداره بتاعت المشروع او يعني اداره المكان او اداره الشركه او المؤسسه او اللي هي المشروع بيتبعها. طيب الموارد اللي الريسورسز، الريسورسز الاربعه اللي احنا قلنا اللي هي ايه؟ 4M، المان باور، الماشينري، الماتيريال، الماني. طيب الانظمه، السيستمز، السيستم بتاعت المشروع، يعني كل ده هو بيئه المشروع، وبتقدر اداره المشروع تتحكم فيه، او يعني اللي هي لها علاقه ان تقدر تتناقش فيه، تغير فيه، تعمل فيه، تعمل اللي هو عايزاه. الملاك، الملاك دولت هم لو اصحاب المشروع نفسه اصلا. وبعدين ايه؟ الثقافه اللي موجوده في المشروع. فدي يعني ست عناصر اللي احنا بنقول عليها بيئه المشروع الداخلي. طيب لو كنا بنتكلم على ايه؟ دي بيئه المشروع الداخلي. طيب اما هنيجي ندخل نتكلم بقى على الايه؟ على المايكرو انفايرمنت اللي هي البيئه الخاصه. كنا بنتكلم عليها من شويه. فيها ايه بقى؟ فيها العملاء. العملاء دول انا ممكن اقعد مع العميل
اكلمه اقنعه يقنعني وهكذا. لكن لنسبة معينة، يعني الافكت اللي ما بين ده وده، او مدير المشروع مع الليفل ده غير الليفل ده مع العملاء، الموردون برضو في ليميتيشن ما اقدرش اتخطاها، وفي حدود للايه للتعامل معاها، بتعامل معاها مباشرة وبحقق نجاحات كثيرة جدا فيها خلاص. بس هشوف بقى الدائره الخارجيه بقى اللي هي الايه الماكرو انفايرمنت، ان انا يعني لازم اعرف ان انا ازاي اتعامل معاها. هنا عندنا الحكومه، هو برضه تقدر تتعامل معاها وتحل اي بروبلم تصير بشكل او باخر، وممكن تلاقي نفسك في حاجات معينه، حاجات قانونيه او حاجات مثلا رولز ثابته ملهاش يعني ملهاش حل، ان انت ايه خلاص يبقى لازم تعرف ازاي تتعامل معاها. الوسطاء، في وسطاء في اي موضوع عشان في المشروع، في ايه مقدمي التسهيلات، اتكلم عليهم شويه، سواء شركات ماليه كبيره ممولين او بنوك او الى اخره. المنافسون، يعني المنافسون ده برضو في واحد من ابنائنا، يعني يعني هو دي برضو انا يعني عرفتها منه. هو بيعمل كده، بيطبق كده، هو بيشتغل في شركه معينه مثلا في قطاع البترول. جميع المنافسين في قطاعات البترول الثانيه لازم اسبوعيا بيتغدى معاهم وبيتعامل معاهم بيتعشى معاهم، يعني يعني دي المنافسه اللي هي المنافسات الشريفه، يعني انت احنا زي ايه بلاد كار واحد بس بنشتغل بايثكس، يعني انا مقاول ومقاول تاني في ايثكس، يعني ما اطعنش فيه، ما اتكلمش عليه، ما اقولش ده وحش، ما لا، ولا انا رايح مثلا يعني بشكل او باخر ايثكس. فالمنافسين دول ايه مهمين جدا، وتعرف ازاي تتعامل معاهم، وتعرف ازاي تكسب، مش منهم تكسب معاهم، يعني نكسب مع بعض يعني، وممكن تكسب منهم برضه. ليه؟ لان انت المنافس بتاعك لو انت في مكان، يعني انا قريب جدا، يعني قريب جدا يعني من ايام يعني احنا بنشتغل في مكان معين وفي شركه معينه مع شركه معينه يعني وكده، وفي جنبي شركه تانية رحت، كان هناك بعض من ابنائنا اللي هم يعني اصدقائنا، يعني كنا بنشتغل معاهم زمان وبتاع، وطلبت منهم حاجات كانوا بمنتهى الترحيب والود، وقدموا كل خدماتهم وكل حاجه. هم برضو لما بيحتاجوا اي حاجه برضو بيقول لنا، فايه فما ابصش للمنافس بتاعي على انه حاجه وحشه، لا، ابص له ان انا اخلي بالي وانا بعمل الايه الدراسات بتاعتي، ما ابصش على انه منافس بينافسني يعني هياخد ريسي او الى اخره. ده اللي هي الايه دي المايكرو انفايرمنت، خلي بالك المايكرو اكسترنال انفايرمنت اللي هي البيئه الخاصه الخارجيه. دي الماكرو انفايرمنت بقى اللي هي اخر واحده، اللي العوامل الطبيعيه، انت العوامل الطبيعيه فيها ايه؟ يعني لو انا بس هي احنا طبعا كمهندسين في المواقع، ده اقرب مثل، مش هتكلم على بقيه الحاجات، ده بتكلم على احنا كمهندسين بس في المواقع. انا عارف مثلا كشف النواه، فعامل حسابه كويس قوي، وطبعا فيها تقريب كبير واختلف كتير قوي في السنين الاخرانيه دي، لكن ابقى عارف ان يعني في مراحل ايام معينه فيها شتاء، ايام معينه فيها شتاء ورياح، فاعمل حسابي ان انا ما يبقاش عندي اعمال خارجيه، يبقى عندي اعمال داخليه وهكذا. العوامل الطبيعيه مثلا الدنيا بتبقى حر جدا مثلا في الصيف، او ان انا لما اجي احدد اعمال شغلي في الصيف اعمل ايه؟ اروح بدري مثلا قبل الفجر شويه، زي ما كنا بنشتغل في الخليج او في اي مكان، ويبقى شغلي مثلا لغايه مثلا الساعه 10 11، وبوقت اللي بيبقى وقت الذروه بقى في الحراره مثلا نروح ونرجع تاني. العوامل الطبيعيه دي مفيش غير اني اتعامل معاها. لو مكاتب او اي حاجه او 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 مشروع جوه يعني بيوت او حاجه زي كده، ممكن بيتعمل بقى التكييفات والكلام ده كله او الاخر. لكن العوامل الطبيعيه مثلا في حاجه زي الكونستراكشن لازم ايه اتعامل معاها. العوامل الثقافيه والاجتماعيه. في عوامل ثقافيه واجتماعيه للماكرو انفايرمنت. انت في حته فيها او في بلد او في مكان لها فكر معين او ثقافه اجتماعيه او اجتماعيات معينه،
يعني ما لا تسمح بكلمه وحشه، بكلمه مش كلمه وحشه، كلمه انت معتاد تقولها مثلا، فما تقولهاش مثلا، او تصرف او الى اخره. العوامل التكنولوجيه، ان انت مثلا احنا في عصر التكنولوجيا فيه تطورت جدا 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 جدا. واتكشف التطور التكنولوجي، يعني هي الكورونا دي يعني جت طلعت، يعني هي ما فيش حاجه اسمها مميزات للكرايسيس دي، بس هي فيها ميزه فعلا، ان هي كشفت لنا مدى اهميه التكنولوجيا اللي العالم كله عمال بيجري فيها ويوصل فيها الى درجات يعني عاليه جدا جدا جدا. واحنا كنا كل اللي نعرفه نقول كوكب اليابان، طلع ان كوكب الصين اعلى بكثير جدا، طلع في اماكن كثيره في العالم بتشتغل بالانترنت اوف ثينكس من زمان، بتشتغل بالجي 5 من زمان، بتشتغل بالسستينابيلتي من زمان، بتشتغل حاجات كثيره جدا من زمان. فالتكنولوجي بقت يعني ايه انبليفبل، يعني في كل حاجه، في كل حاجه، في كل حاجه، في المشروع المصري يعني فوق مستوى الخيال، شكلها خيالك هي مش مستوى خيال. لما تشوف يعني الصين لما تعمل جسر ما بينها وما بين، اعتقد طوله حوالي 900 كيلو او 900 وحاجه كيلو ما بينها وما بين، اعتقد مش عارف، اعتقد كانت اللي هي البلد بتاع 900 كيلو في حتت لا يمكن تتخيلها، معديه وديان ومعديه جبال وعلى ارتفاعات بال 100 متر وبالبيرز بتاعت الجسر، حاجه يعني عاليه جدا جدا. العوامل الاقتصاديه، عوامل اقتصاديه بتؤثر تاثير كبير جدا في اي مشروع. لما انا بشتغل في منطقه الاقتصاد بتاعها كويس وماشي وكان من الاول لاخره، بتلاقي الدنيا ماشيه، ما فكري في المشروع وفي الترتيب وفي التفكير مختلف عن اني يبقى في مشكله اقتصاديه. يعني احنا بدايه ان احنا نحس بعوامل اقتصاديه واحنا يعني ماتيورد يعني وكده، في 2009 تقريبا العالم كله وقع في مشكله اقتصاديه كبيره جدا، او دلوقتي بعد كورونا برضه في حاجات في عوامل اقتصاديه كتير جدا مؤثره، سواء كانت بقى مقصوده او هي حصلت نتائج معينه، انما العامل الاقتصادي دي من اهم العوامل اللي هي في المايكرو انفايرمنت اللي بتاثر على اي مشروع. طيب العوامل القانونيه والشرعيه، انت بتشتغل في 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 بلد معين او في منطقه معينه، القانون بتاعها بيسمح بحاجات وبيمنح حاجات وبيجرب حاجات، لازم تبقى فاهم، لازم تعرف عشان ما تقعش في خطأ، لان انت في حته كتير جدا انت تحس ان انت بتعمل حاجه طبيعيه، انا بس بشتغل في بشكل معين في حته معينه، في حته ثانيه يعني دول يعني القوانين اللي فيها مستوى مثلا تعاملها او تعاملها مع الانسان اعلى بكتير جدا من اي حته ثانيه. فلو انت مثلا عليت صوتك في البيت ممكن تعمل لك قضيه، يعني لو صوتك عالي تعمل لك قضيه، لو ضربت ابنك او عليت صوتك عليه او الى اخره يروح يشتكيك ويعمل لك طوق مشكله. فيعني ايه، فالعوامل القانونيه والتشريعيه في البلد او المكان اللي انا عايش فيه هامه جدا 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 ان انا ابقى فاهمها وعارفها وبتعامل معاها. وبعدين هنا ايه العوامل، إيه؟ احنا قلبنا، احنا قلبنا يبقى هنا ايه العوامل السياسيه، لو في غلط في الترتيبات هنا، يعني كانت العوامل الطبيعيه وبعدين السياسيه وبعدين القانونيه والتشريعيه. المهم يعني مجموع العوامل اللي احنا شايفينها دي، الثقافيه والاجتماعيه والطبيعيه والعوامل السياسيه. العوامل السياسيه طبعا دي تاثيرها كبير جدا، يعني والنوت تاتشيت يعني، لانها في كل مكان برضه له ايه له ظروف، يعني العوامل القانونيه والتشريعيه. فعشان مش بس يعني السلايد ده اهميته في ايه؟ انه بيبين لي بالظبط يعني ايه الكونسبت بتاع البيئه، يعني ايه بيئه مشروع، يعني ايه internal environment، يعني ايه micro environment، يعني ايه
ماكرو امباكت. امثله بقى نموذج المكونات البيئيه للمشروع البيئي الخارجيه العام. البيئه الطبيعيه، البيئه السياسيه، البيئه القانونيه والتشريعيه، اعتقد ده كان ده طلع هناك معانا في الدائره بس احنا ايه بنتكلم عليه وبناكد عليه. البيئه السياسيه، البيئه القانونيه والتشريعيه، البيئه الاقتصاديه، البيئه التكنولوجيه، البيئه الثقافيه والاجتماعيه والسكانيه. فدي اللي هي ايه المكونات البيئه بتاعت الايه الماكرو انفايرمنت. طيب هنتكلم بسرعه كده على ايه على على كل ايه على كل مكون بيئي في البيئه الطبيعيه. في البيئه الطبيعيه بنتكلم عن ايه؟ على الجيولوجي، عن الجيولوجيه. انا بشتغل في حته صحراء، منطقه مثلا في جبال عاليه، منطقه في جزيره في وسط البحر. يعني الجيولوجيا بتاعت المكان يمكن هي جيولوجيا هنا بمعنى اللوكيشن، وممكن يكون بقى طبيعه الجيولوجيا كمان بتاعت الارض. يعني انت بتشتغل في حته فيها اراضي رمليه، في حته اراضي طفله، في حته اراضي سبخه زي ما موجوده في اي حته في العالم. يعني داخل فيها الاثنين، الجيولوجيا داخل فيها المكان والايه وطبيعه السويل. يعني جيولوجيا الظروف المناخيه، فانت بتشتغل في حتت حر، حتت برد، حتت برد جدا. يعني في ناس في القطب الشمالي تبني، بالعكس يعني في القطب الشمالي حاجات مبنيه لا يعني لا تخطر على بال حد. يعني محطات قوه موجوده هناك بتاثر حاجات كتير جدا في العالم، ممكن نتكلم عليها فيما بعد. يعني الموضوع يعني موضوع الهارب ده مثلا، ده مشروع معمول في القطب الشمالي ما بين روسيا وما بين امريكا، بيتحكموا فيه في كل حاجه في العالم. ده موضوع جميل شيق جدا نتكلم عليه لما بنتكلم على الايه على الايكولوجيا. طيب مدى توافر المواد الخام، يعني هل يعني هي يعني في بلاد كثيره جدا. يعني انا اشتغلت في برضه بدون ذكر مش هذكر برضه اماكن، يعني اشتغلت في دول الخليج كنا بنستورد الزلط والرمل. طبعا ده لو قلت لحد من اخواننا هنا في مصر او في اي حته يضحك عليك، يفتكر ان انت مثلا بتخترع بتقول نكته، انما ده واقع. في دول من دول الخليج كنا بنستورد فيها الزلط والرمل عشان في المباني اللي هي ابسط حاجه. يعني فاكر ان الزلط والرمل موجود في اي حته؟ لا، في دولنا فيها زلط ورمل. او في مواد خام ثانيه مثلا زي البترول، في ناس في دول ما عندهاش بترول. يعني انا يعني انا في يعني من يعني لو سمحتوا لي اقول وجهه نظري، ان من انجح البلاد اللي في العالم وبرضه اعتقد ان انا في برزنتيشن قلت في الكلام ده، ان المواد الخام دي الماتيريال لا يعيب اي بلد ولا اي مكان ولا اي مشروع ولا اي انسان اللي يبقى عنده ريزورس ناقص، اللي ما عندوش اتش ار بيستورد ناس تشتغل له، والعالم كله بيتنقل في ناس في اعمال كثيره وما فيش ناس بتشتغل. الناس اللي ما عندهاش بترول، يعني انا بلد زي اليابان، الكوكب اليابان هقول كوكب اليابان مش متوفر عنده المواد الخام كامله، انا بيتوفر عنده ايه؟ الاتش ار بتوعه. يعني هو مكتفي تماما بالاتش ار بشعبه بناسه الحقيقه يعني. واشتغلنا معاهم وشعب مؤدب جدا ومحترم جدا ومنظم جدا ومحترم فيه الظاهر حقيقه يعني حقيقه. مدى توفر المواد الخام، مصادر الطاقة والمياه، في أماكن في مناطق صحراوية التصرف في المياه فيها مكلف خلاص. فدي البيئة الطبيعية برضو اللي هي في بتشتغل في حتة المياه فيها مش 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 كافية، أو مصادر الطاقة مش كافية، فإزاي يعني نقدر نتصرف وأنا بشتغل مع بيئة بهذا الشكل. الوعي البيئي بقى هنا بنتكلم على ايه؟ على الوعي البيئي. تعاملي مع البيئه، يعني المشروعات الصناعيه كلها من اول اخرها لما بنيجي بنتكلم النهارده على الليد او بنتكلم على الانفايرمنت عموما، اللي هو الانفايرمنت بقى اللي هو الايكولوجي، ليه بنقول مثلا درجه حراره الارض في 100 سنه الاخرانيه زادت 4 درجات قد اللي زادته في كام الف سنه اللي فاتوا. فعشان الناس في مع النهضه الصناعيه اللي حصلت في القرون الوسطى او في ال 100 سنه اللي فاتوا ما كانش فيه وعي بيئي، وما كانش فيه يعني معرفه
ان اي دوائر انتاج مفتوحه بت 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 بتخسر الطقس. لما بقطع اشجار وغابات وعشان اعمل اي خشب او الى اخره، وما بزرعش غيرها في مكانها او في غيرها يعني، ما بعوضهاش، بيحصل برضو ان البيئه العامه بت 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 يعني الوعي البيئي هام جدا بالنسبه للبيئه طبعا، لازم تبقى عارف طبيعه المنطقه وطبيعه الكائن الحي. تشريعات حمايه البيئه، يعني الكلام ده واحنا شباب قوي زمان يعني، ما كانش الموضوع باين كده يعني، بتبني بتشتغل بتعمل، مش في دماغك ان اللي انت بتعمله ده هيؤثر على البيئه. فانا لازم اعرف ايه اتعامل مع ايه، مع ايه، مع العوامل دي كلها، من ضمنها ايه البيئه طبعا. طيب البيئه السياسيه هنمر عليها بسرعه، اللي هي نمط السلطه السياسيه. نظام الحكم الملكي جمهوري، وهكذا يعني. نمط السلطه السياسيه ايه في المكان اللي احنا اللي انت فيه؟ طبعا ده بيؤثر كثير جدا جدا على البيئه الداخليه بتاعتك، بتاعت المشروع يعني. لو انت بتشتغل في حته النظام السياسي فيها شكله ايه يعني؟ درجه الاستقرار السياسي، يعني لو انا بشتغل في حته، كان زمان كان في دوله عربيه واحد الدول بدون ذكر اسماء كان بيقولوا يعني ايه اللي يصحى فيها الاول يحكمها. دلوقتي خلاص يعني، دلوقتي محكومه بقى لها مده كبيره مثلا يعني. درجه الاستقرار السياسي لازم في بقى يعني في درجه معينه من الاستقرار السياسي. والاستقرار السياسي ده مش يعني تغيير الحاكم، مش يعني الحاكم بيتغير مثلا كل 4 سنوات او مثلا او مدتين او اخره. لا، الاستقرار السياسي اللي هو ان في سياسه استراتيجيه للمكان او للبلد، واللي بيتغير بيبقى اسلوب التعامل هو اللي بيتغير. انما ال يعني اوروبا مستقره سياسيا الى حد ما، دول كثيره في العالم كله، مش عايز يعني ما بحبش اصلي اخش في الكلام ده قوي، لان برضه في بعض ناس قد ما تتفهمش او يعني يطلع لحاجه، لان انا ما يعني. المهم الوعي السياسي والديمقراطي في المكان اللي الناس بتشتغل فيه ده اهم جدا. الراي العام واتجاهاته ده اهم جدا برضه بالنسبه للايه؟ المكونات البيئيه المشروع. طيب البيئه القانونيه والتشريعيه. قوانين وتشريعات العمل دي من اهم الحاجات اللي لازم المدير المشروع يبقى عارفها. قانون العمل بتنص على ايه؟ التعامل مع الناس ازاي؟ ايه حقوق العامل؟ يشتغل في اليوم كم ساعه؟ لو زود الساعات بتاعته يشتغل قد ايه؟ لو عمل ايه يبقى ايه؟ والتشريعات بتاعت كذا. قانون الضرائب والجمارك، هل انت لازم ابقى فاهم انا عليا ضرائب ايه؟ ولو انا بجيب مثلا معدات او بستورد خامات او الى اخره، ببقى عارفها، لازم ابقى عارف. التشريعات المنظمه للانشاءات، يعني ايه تشريعات الانشاءات؟ مناطق معينه اللي هو بيسموه الفاكت شيت، لو انا ببني في حته معينه، عارف الفاكت شيت بتاعت اللي اتكلمنا عليها اعتقد في لقاء من اللقاءات اللي فاتت. المنطقه انا بشتغل في منطقه مثلا الارتفاعات بتاعتها 3 سنتيمتر مثلا عمارة نص ارض الشارع، والمساء ولازم تسيب مثلا من كل جانب من جانب الارض بتاعتك سم سبيس، يعني من حته مثلا 6 متر 4 متر 3 متر وهكذا. دي تشريعات منظمه للانشاءات. ضوابط الامن والسلامه الايه الاتش اس اس بي، الحقيقه دي مهمه جدا جدا ان احنا ايه نهتم بيها، وان احنا يعني دايما برضو دي خبره الحياه، ان حاجتين احنا الحقيقه ما بنهتمش بيهم قوي، اللي هي الكواليتي والهيلث والسيفتي والانفايرمنت يعني. انما انا في رايي الشخصي دي كانت مجرد مصادر انشاءات برضو في شبابنا يعني زمان من عشرات السنين. ان اما تهتم بالامن والسلامه عندك في مشروعك ككونستراكشن او في اي مشروع تهتم بيه، ده بيعلي الانتاجيه. يعني انا مره كنت في لقاء في مؤتمر، الكلام ده بتكلم على
سبعينات ثمانينات حاجه كده. فكان في واحد فرنساوي يعني بيسافر مهندس فرنساوي كده، بتكلم معاه وكان كان مؤتمر عن الـ عن السيفتي. فبقول له ان قلت له ان السيفتي دي بتعلي الانتاج، بصيلي كده قال يعني ازاي يعني؟ قلت له انت لما تبقى في موقع سيف ظابط مثلا محدد السرعه جواه في الموقع عندك، محدد البي بي اي اللي هي البيرسونال بروتكتيف اليمنتس بتاعته اللي هي الخوذه بقى والجلافز والنظارات السيفتي والشوز السيفتي والكلام ده كله اللي هو كان زمان كان يعني لما واحد بيشتغل فوق السيفتي هارنس. يعني لما بقى الواحد بيشتغل في مكان وهو مؤمن الامور بتاعته لما هو اخرها هيبقى مرتاح. يعني لو واحد واقف على سقاله زي ما بنشوف كتير قوي في مكان في حته عاليه وعمال بيبير مثلا في واجهه، انت جيت له 100 هتبقى ايه؟ متر. ده لو عمل متر يبقى كويس قوي. انما لو هو عامل له يعني كواليتي سيفتي بلان صح ومطبق صح وعامل ظبط امان صح وسلامه صح، هتلاقيه بنتي في 3 4 متر لانه سيف في موقع. انت ماشي في موقع وبترتب قدامك لا في كل حاجه مفتوحه في مكانها، متخزنه في مكانها، الحديد في مكانه والخشب في مكانه، السرعه محدده مثلا طبقا للسيف طبقا للاريا، تلاقي ناس ماشيه سيف ماشي سيف ومطمئن على نفسه. فدي ايه؟ دي انا بعتبرها انفستمنت، يعني بعتبر الصرف على السيفتي على غير ناس كتير جدا ما هي فاكره ده اتس ان انفستمنت في السايت. برضه الكواليتي نفس القصه، هنتكلم عليها لما نتكلم على الكواليتي، ما نتكلمش على الكواليتي لسه دلوقتي هنتكلم عليها. ان في حاجات كتير جدا، قوانين التامينات، قوانين التامينات دي برضه هامه جدا، لان لما بيقول لك اعمل تامين صحي للناس بتوعك انت ما تعملوش. طب حصل حادثه لواحد واحد مرض مرض شديد وانت مش عامل له تامينات، شوف كم الفلوس اللي هيصرفها على مثلا على صحته او على علاجه او او الى اخره. فايه الحاجات دي كلها نخلي بالنا منها، هامه جدا وهم مش هامه بس يعني يعني ما انا ما يعني للعامل بس، لا هامه للعامل وصاحب العمل، لان العامل هو الاساس او مش العامل كع يعني كله ما كله عامل كله عامل يعني ابتداء من رئيس مجلس اداره لغايه مش يعني كلمه اقل لاي عامل يعني موجود في المكان او في المشروع. طيب البيئه الاقتصاديه، مستويات الدخول بيؤثر كبيئه اقتصاديه، اتجاهات السعر، احنا قلنا السعر برضه ما هوش الريل فاليو بتاعت سواء الخدمه سواء الجود او المنتج او البرودكت. الانفاق الحكومي، الانفاق الحكومي مثلا في التعليم اكثر ولا في السياحه اكثر ولا في الصناعه اكثر ولا في الزراعه اكثر واخر، او في الاتجاهات ماشيه ازاي. تركيب الهيكل الاقتصادي، الهيكل الاقتصادي بتاعي البلدان الهيكل الاقتصادي برضه معمول ازاي. معدلات الفائده، طبعا مش بكثر معدلات الفائده، دول كثيره جدا في العالم خلت معدلات الفائده تكاد تكون صفر، تكاد تكون صفر، تكاد تكون صفر، مش عايز اقول مين عشان ايه ما نزعلش على نفسنا يعني. معدلات الفائده يعني انك بتعمل فائده عاليه على استثمارات او على قروض او على او على او على على يبدو ان هو مكسب للمؤسسه الماليه المعموله او للبنك او او الاخر. انما في واقع الامر هو شكلا بس بيبقى في الاول كده انما في الاخر يؤدي الى خسائر جسيمه ويؤدي الى مشاكل عامه، ودي من الاسباب الازمات الاقتصاديه اللي بتحصل كتير في نعم العالم يعني. اسعار الصرف طبعا اللي هي ايه علاقه المونيتري سيستم من بلد لبلد، يعني الجنيه قدام الدولار قدام اليورو قدام اي عملات تانية، مثلا اسعار الصرف العمله بتاعت البلد اللي انت بتشتغل فيها. السياسات الاقتصاديه والماليه،
ده كل دي عناصر بتاعت بيئه اقتصاديه. احنا بنحاول نتعرف كده على ايه يعني كلمه بيئه اقتصاديه، اللي هي هيطلع اللي هي كانت تعتبر ستيك هولدر بالنسبه للمشروع بتاعي. الكلام ده برضه هيبين لنا ان الستيك هولدر ده هي مش قصه ناس بتؤثر او بتتاثر، لا ده دي كل دي مش يعني مش فرد، دي مؤسسات، دي جمعيات، دي حكومه، دي مثلا محافظه، دي وهكذا. نظم التصدير والاستيراد يعني في حاجه هنا في مصر يعني بالنسبه مثلا للاستيراد حاجات معافى كثيره جدا، لو عملنا شركه استثمار يعني حسينا بالكلام ده لما كان برضه في استثمار موجوده معفاه من الضرائب ومعفاه من الجمارك، بتفرق كتير جدا، بتفرق كتير في الكوست بتاع مهم. تصدير الاستيراد دي تاثيراتها برضو هامه جدا بالنسبه للمشروع. طيب البيئه التكنولوجيه، معلش حاطين ناس بتتنطط هنا، واحد يعني شايف نفسه ده بقى اللي هو ايه متفوق، هنقول ده بقى الصين مثلا او اليابان يعني او اي حاجه. طيب مستوى التقدم الالي والتقني، هو مش سر يعني، انا كان يعني تمام في امريكا الشرق او سي ام جي زمان كان بيجي المجله بلد برضه بدون ذكر اسماء، انتوا هتفهموها من نفسكم. عندها المباني كان بيعملها روبوتات. النهارده على مستوى العالم كله التقدم الالي والتقني عالي جدا 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 بشكل انبليفبل، بشكل ان لو انت تقعد تحكي على حد ان في جهاز بياض مثلا بياخد دي بسيطه، دي ابسط حاجه دلوقتي، يبقى مكنه قدامك وتقوم بيضا مطلعها لغايه فوق. واحنا في شبابنا يعني زمان يعني عشان مدى التقدم التقني، احنا يوم ما احنا كنا بنشتغل مثلا بسلايد رول، لما شلنا موبايلات شلنا الكالكوليترز الصغيره دي، كنا حاسين ان احنا شلنا يعني حاجه جامده جدا. اتطورت بقت كمبيوتر بتاع زمان الاكس تي بتاع زمان دي اللي كنا مشبوكه في شاشه الكمبيوتر عشان تشتغل، واحده 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 النهارده بنوصل لمرحله ان التقنيه بتوصلك ان انت ممكن يعني زي ما بيعملوا دلوقتي ان ممكن تحط شريحه في جسم الانسان، ما هو مش محتاج اي حاجه يعني، بدل ما يصنع روبوت هيحط شريحه في الانسان وهيبقى هو يعني معلش يعني ان التقدم التقني بقى عالي جدا جدا جدا. وطبعا ده الفضل الكلام ده كله مين؟ للاي تي وارتباطها بجميع الصناعات وارتباطها بجميع انواع الادارات، عشان كده برضو يعني حاجات اتكلمنا عليها وقلنا ان النهارده اي مؤسسه اي وحده انتاجيه يعني مش عايز اقول اي بيت ما فيهوش اي تي مش هيبقى يعني اب تو ذا ريكوايرد ليفل. وزي ما يعني احنا كنا زمان كانوا بنقول ان يعني الاميه سنه 2000 اللي ما بيعرفش يستخدم كمبيوتر يعني اللي ما بيعرفش يستخدم كمبيوتر ده امي. فنتخيل يعني مدى يعني طيب تكنولوجيا الانتاج والعمليات، فدي طبعا مهمه جدا لان النهارده في سبلاي تشين بقت حاجه يعني ما شاء الله يعني ماسكه وحاكمه اي حاجه من اول ما بتحط بذره في الارض لغايه ما تطلع عندك في الاخر. بتكلم عن الريف رايش ده، دي يعني سبلاي تشين من اول ما هي بذره بتزرعها، يقعد يزرع ويعمل ويطلع ويحصد ويجني ويضربها وبعدين يطحنها وبعدين يعني اي حاجه. التكنولوجيا الانتاج والعمليات دلوقتي داخل في موضوع السبلاي تشين، ودي برضه من الموضوعات الهامه والجميله جدا اللي هي لها برضه متخصصين ولها 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 الحقيقه موضوعات جميله يعني. واي مدير مشروع بيبقى عارف الكلام ده يعني ايه، لما يسمع حاجه غريبه على ودنه ما ايه لازم يجري وراها ويحاول يعرفها. مش بقول يتخصص فيها بس اللي بيبقى عارف، ايه اللي بيحصل في الدنيا، ايه التطورات اللي بتحصل. المهارات البشريه والفنيه اختلفت تماما دلوقتي، ما بقتش الموضوع موضوع عضلات كبيئه تكنولوجيه،
الفكر مثلا العسكري اختلف تماما، الفكر الانتاجي اختلف تماما. انا بذكر برضو الكلام ده من اكثر من 25 سنه ولا حاجه، كان انيس منصور، اعضاء انيس منصور زار اليابان وقاعد مع صاحب الشركه في بيته او في مكتبه، فعنده مصنع هو في حته بعيده، انه يعني فقال له عايز ازور المصنع، قال له تشكي. راح المصنع، هو معاه مفتاح المصنع، فتح المصنع ودخل ما فيش حاجه، ما فيش حد، ما فيش انسان واحد جوه المصنع، المصنع كله بيشتغل ريموتلي. ده الكلام ده من اكثر من 20 سنه، خلي بالك خلي بالك، حديث مصروف يعني ما اعرفش يعني. فكان دي كانت احد الحاجات اللي جاي حكاها لنا، مش حكاها لي بيرسونالي لا، يعني اللي كانت العمود بتاعه اللي كان موجوده في القرآن. فالمهارات البشريه والفنيه يعني اختلفت، يعني خلينا نقول يعني لما بنتكلم بنقول ان انا كانسان لازم اطور نفسي on a daily basis. ما اعرفش بحس ان هي فيها حتى ايه، احنا خلاص احنا عجزنا يعني. بس طبعا في شباب جميل وبيقابلني، والله انا معجب بيه جدا جدا جدا، لان واخد باله من نفسه on a daily basis. واسالوا بقى الباشمهندس عمر، واسالوا ابنائنا واحفادنا اللي هم بيشتغلوا في الاي تي وبيشتغلوا في البيم وبيشتغلوا في الحاجات المتطوره الحديثه دي، هتلاقوا اختلافات كتيره جدا ومهارات كتيره جدا. يعني في ناس كتيره جدا اللي هي رفض التطور ورفض يفكر، بقى شايفها ضرب من ضروب الخيال. يعني الابتكار والتطوير، نخلي بالنا، والابتكار والتطوير ده انا مش لازم اخترع جهاز الكتروني بيعمل حاجه معينه او اي جهاز بيعمل حاجه معينه، لا. يعني وانا واقف في الموقع مثلا، كان على كونستراكشن يعني الحاجه اللي انا عارف اللي هي يعني، وانت واقف بتلاقي ناس بتشتغل بطريقه معينه بجهاز معين، تقدر في دماغك فكره تقولها للناس دول بحيث ان انت ايه تعلي الانتاج. دي حصلت معايا كذا مره يعني حقيقه. والتطوير، التطوير اللي بيقول عليه الايه الكونتينوس امبروفمنت، هي التطوير ده كان زمان يقول لك يعني، في طبعا في بيبقى في بروجكتس للتطوير نفسه بتاع المكان او بتاع المؤسسه او بتاع اي حته، لكن انا في رايي الشخصي او دي خبره الحياه، ان التطوير ده ملازم، ملازم لاي منظمه او لاي مكان. يعني البيئه الثقافيه والاجتماعيه والسكانيه، الحقيقه اهم عنصر من الفور ام اللي هو الايه اللي هو اتش ار اللي هو الانسان. اي تطور في الدنيا واي مشروعات في الدنيا واي حاجه في الدنيا بالانسان وللانسان. اذا كان اي حاجه بتتعامل باي فكر تاني يعني ما مش 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 ايه مش هزود فيها، مش هتكلم فيها زياده، لان ايه ان احنا الانسان هو هدف اسعاد الانسان، هو اللي بيدفع كل الناس انها تشتغل وتنتج فالبيئه الثقافيه هامه جدا. طيب سكيب ات، البيئه الثقافيه سكيب ات دلوقتي، لان طبعا في كلام كتير يتقال ويعني محرج يعني. والاجتماعيه والسكانيه، مستوى التعليم ده شكله ايه؟ وجهود اجهزه التدريب، دي اللي اقدر اتكلم فيها شويه. اي شركه في الدنيا، فيها تريننج، ده تعريف التريننج، تعريف التدريب ايه؟ اللي هو الفارق ما بين ما هو مطلوب منك واللي عندك. يعني الشركات الكبيره مش في قطاع البترول بس، اي قطاع، تفرح جدا 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 بالناس الجديده، وفي شركات كتير جدا بتبقى ذكيه جدا بتروح. يعني لو انا مثلا شركه مقاولات، بروح الشركات او المؤسسات التعليميه للطلبه بدءا من سنه، من مثلا سنه ثانيه ثالثه رابعه، يعني في النص الثاني من او ثالثه ورابعه،
بتحط عينها على الكواليتي اوف بيرسون عشان تستقطبهم، يعني يتخرج تجيلي يحاول ياخدوا يعملوا تريننج على الخفيف كده في نص دي في فتره من الفترات. يعني انا مش عارف دي ماشيه ازاي دلوقتي، لكن التريننج من اهم النقط اللي هي لازم تتحط في اي اورجانيزيشن او في اي شركه او في اي مكان. شركات كتير جدا اوروبيا وغيره بتفرح بالتريننج، لان انت مهما شفت من شغل، لكن بتدخل اي مكان جديد لو هو في سيستم ايزو او خلافه يعني او ما شابه، في بروسيدر بروسيسز وكواليتي سيستم وكواليتي بلان وسيفتي بلان واخره، هتلاقي نفسك في خلال يوم اتنين فهمت الدنيا كلها وبتشتغل، لان يعني بتستقبل من التريننج ديبارتمنت او من التريننج ريسبونسبل، وبيشرح لك مديرك مين، كل الناس ده فين ده فين ده فين ده فين، بيشرح لك الاقسام، بيشرح لك الانتاج هكذا بقوم الاخر، وبتروح انت تشتغل على طول. وطول ما انت ماشي بقى، يعني انا دخلت الشركه مثلا اشتغلت مهندس، بعد فتره ده اللي بيقول عليه بقى ايه، المفروض انا برضه بتاع كونتينوس امبروفمنت، وده المساعد عليه فاهم المكان اللي انت فيه للكلام ده. عندي عايز عندي مهندسين، عايز اعمل اعدد ايه مدير تنفيذ في الموقع، هعمل ايه؟ ما هو كلهم مهندسين، اتخير يعني المفروض يخضعوا للتريننج مثلا لعدة مثلا 3 4 سنين شغل كمهندس في اي مجال، ما بتكلمش على الكونستراكشن بس، في اي مجال عايز اعمله رئيس قسم في مصنع، عايز اعمله رئيس وحده مثلا في اي تي، عايز اعمل له ايه؟ اعمل له تريننج انه يعني ايه يدير ده التدريب بقى، يعني بقى اسمه مدير فني، يبقى ايه ازاي هيدير الناس اللي معاه والريسورسز اللي معاه عشان يوصل النتائج المطلوبه من الديبارتمنت بتاعه. الثقافه العامه يا ترى ماشيه ازاي؟ حاكمها ايه؟ هل هي جاده؟ هل هي يعني مش هتكلم فيها كتير برضو. أجهزة الإعلام مستواها شكله إيه؟ هل الإعلام درجة حريته إيه؟ يعني نمرة خمسة الطبقات الاجتماعية دي هامة جدا، معلش المواضيع دي كلها يعني إيه طبعا كلنا متفاهمينها، والطبقات الاجتماعية والطبقة الوسطى والطبقة والطبقات العليا وهذا الكلام من الآخر كلنا يعني إيه وعيين وعارفين. طيب هنا البيئه ايه اللي هقول ايه دي هنا دي اللي كان معايا اللي فاتت دي كانت الايه؟ كانت ايه؟ الماكرو انفايرمنت. هنا بقى في الماكرو انفايرمنت العملاء اللي احنا ايه اللي بتوعنا اللي هيقعدوا في الفاينل برودكت بتاعنا او لهم علاقات بين اللي انا هيشتروا مني منتجي او هم الهدف بالشغل اللي انا بعمله. يعني لو انا بعمل مثلا سيستمز اي تي، الناس اللي بيشتغلوا المؤسسات الاطباء الكلام ده كله، الحكومه الوسطاء يعني في ديلرز مثلا ديلر سواء ان هو بيجيب الشغل مثلا لحد او بيبقى يعني بيجيب شغل لحد معين او بيسوق له او الى اخره. نمرة خمسة مقدمي التسهيلات، احنا يعني كنا بنتكلم عليهم شوية. دي هي ايه؟ لو نماذج البيئة الايه اللي هي المايكرو انفايرمنت المنافس، وكنا بنتكلم على الكلام ده. طيب هنشرح شوية خفيف برضو قوي بالنسبة للايه للست نقط دول. العملاء بقى لازم يبقى فاهم ايه نوعياتهم وتقسيماتهم يعني، ودي من ضمن الحاجات اللي هي لازم تندرس صح، ولازم افكر دايما المنتج بتاعي ما بقاش العمليه لوكال. يعني انا النهارده الكوميونيكيشن والترانسبورتيشن والكلام ده كله من اول لاخره اون ديلي بيزس، يعني انت يوميا مثلا احنا في الخليج كنا بناكل سمك مصري يوميا مستورد كل يوم وبناخده ميرلي طازه يعني لدرجه ايه يعني؟ فيعني ايه؟
النوعيات التقسيمات ونوعيتها والعملاء، انماط السلوك والتفضيلات. العميل اللي هيجيني سلوكه ازاي قدام المنتج بتاعي، قدام الامبلاج اللي هو الشكل الخارجي بتاعي. يعني بقول لك الامبلاج بياع دايما، يعني ايه؟ ممكن اعمل حاجه يعني not the top of the quality، لكن الشكل الخارجي بتاعها يعني التقديم بتاعها يباعها كويس. والتفضيلات، ويفضل ايه العملاء يعني. القوة الشرائية، يعني القوة الشرائية دي بتعتمد بقى على ايه؟ مستوى الدخول. يعني من انجح مثلا المحلات، يعني الحال الناس طبعا مش ناس كتير ما بتاخدش بالها من الحتة دي. يعني ممكن محلين جنب بعض، واحد يبيع طعام غالي جدا جدا وهاي كواليتي، وواحد جنبه بيبيع اكل الشعب بتاعنا احنا فاهمينه، الفول والفلافل. ممكن تلاقي بتاع الفول والفلافل ده بيكسب اكتر بكتير جدا من اللي هو بيعمل الحاجات الغاليه اللي هي الاوفر هيد بتاعها حتى عادي. ليه؟ لان المكان ده هو الشرائيه اللي فيه بتاعت مين؟ بتاعت مستوى اللي هو بتاع الحاجات السريعه، يعني اللي هي مثلا القوه الشرائيه لازم تكون انت كونسيدريشن لما اجي اعمل اي مشروع. لازم بعمل كمبيوترز، بعمل عربيات، بعمل اي حاجه قوه شرائيه، بعمل طيارات نقل. الدول نفسها القوه الشرائيه بتاعت الدوله. طيب والدوله وهي بتعمل مشروع مثلا طيارات، بتعمل طيارات بتبص العملاء بتاعتها ايه؟ الخصائص الديموغرافيه اللي هي بقى ايه المتعلقه بايه؟ بالديموغرافي. طيب هنا الموردين، الانواع والمراكز. يعني انا يعني اي حته في الدنيا زي ما بقول حاجه، الموضوع السبلاي تشين ده برضو يعني مستخدم حاليا. يعني هنا يجب دلوقتي في اماكن كتير، لكن برضو اولادنا كتير شغالين في المجال ده مش مبسوطين قوي، لان برضو في فارق شويه ما بين ال ما انا ما بحبش كلمه نظري، لا مش نظري، يعني سبلاي تشين يعني كلام عملي زيه زي اداره المشروعات زي اي حاجه. ما بين السبلاي تشين مرتبط بالتوريدات من واحد للثاني للثالث وللرابع. فالابلكيشن بتاع السبلاي تشين هام جدا. انا يعني مش هدعي علم فيه ولا هدعي تعمق فيه ولا هدعي الكلام ده كله، ولا اقدر اعمل ولا اقدر ادرس فيه. انا كل اللي بقوله ان احنا يعني ايه، ان في امور كثيره جدا لازم فيها متخصصين، ولازم فيها ناس، ولازم فيها ناس يعني تتعمق فيها وتعرفها. يعني دي دعوه للشباب كله، مش لحد وحد لا. يعني الانواع والمراكز، انواع الموردين ومركزه مكانه فين، القوه النسبيه والتفاوضيه، يعني قوه المورد بتاعي التفاوضيه. وبالمناسبه برضو اقدر اقول لكم حاجه، ان في تعريف للمقاول، في ان شاء الله يعني يكون في لقاء هنتكلم فيه عن ازاي هاو تو اسس تو ايفالويت كونتراكتنج كومباني. قوه شركه المقاولات مش في راس مالها، مش في الفلوس اللي عندها في البنك، قايمه على مين؟ على الموردين بتوعها. يعني عندك سبلايرز اقوياء، موردين اقوياء في شركه المقاولات، عندك سب كونتراكتورز اقوياء في شركه المقاولات يقدروا يتحملوا معاها. وزي ما قلنا برضه مره قبل كده في احد اللقاءات، ان ادق تعبير لقطاع المقاولات اللي هو السوت ريتون، الكلمه الفرنسيه اللي هي ايه؟ اللي هو بياخد شغلانه كبيره يعمل لها بريك داون، يدي كل واحد حاجه، يجمع الكلام ده كله ويقدم، ياخد الدفعه بتاعته او الدفعه بتاعته سواء شهريه او نص شهريه او اسبوعيه او الى اخره، ويطلع ياخد الايراد ده يوزعه على كل واحد، ياخد حقه بمنتهى الامانه وبمنتهى الشفافيه. وقوته في الموردين بتوعه، قوه ايه؟ المقاولين الباطن بتوعه. او طيب هيكل التكاليف والاسعار واضحه، يعني ان انا التكاليف بتدرس ازاي،
يعني زي في دايركت والاندايركت، في انواع كثير من التكاليف ان شاء الله نتعرف عليها برضه. طبعا انا يعني احنا بنعرض برضه لمديري المشروع، يعني انما الكوست مانجمنت ده عايز تخصص جميله جدا. وعلى فكره ده من ابسط ما يكون وجميل جدا ولذيذ جدا، ما فيهوش تعقيدات يعني حسابيه كتير، كلها حاجات بسيطه، لكن الكونسيبت نفسه والفكر ابتداء من ان انت ازاي تعمل بريك داون للكوست بتاعك، لو هي بتشتغل بالارنت فاليو بقى وتتابع التكاليف بتاعتك والكوست مانجمنت عموما او بالكوست كنترول والى اخره. الاسعار دي بقى احنا لو كنا بنتكلم عليها دي بتعتمد على حاجات كثيره جدا، يعني هي بريك داون ما هوش ثابت. يعني خلاص، شروط التسليم والدفع بتاعت الموردين، مستويات الجوده بتاعت الموردين. طيب هنا المكونات البيئيه للمشروع، البيئه الخارجيه الخاصه اللي هي الحكومه. الحكومه دي طبعا مدى اهتمام الحكومه بقى باهدافها الاستراتيجيات بتاعتها والكلام ده من اول اخر، ودي طبعا ايه معروفه لينا كلنا. يعني الوسطاء، المكونات البيئيه الخارجيه، انواع الوسطاء ايه، القوه النسبيه للوسطاء، هيكل التكاليف والاسعار، شروط العمل، سياسات العمل بالنسبه للديلرز اللي هم بقى بيجيب مشروع او بيعمل خدمه معينه للمشروع ببرسنت معين وهكذا. انواعهم ايه، القوه النسبيه بتاعتهم ايه، هيكل التكاليف والاسعار ايه، شروط العمل ايه، سياسات العمل ازاي. مقدمي التسهيلات اللي هي البنوك والمؤسسات الماليه اجهزه البحوث والاستشارات دي بتدخل من ضمن مقدمي التسهيلات، لان هي يعني ما حدش بيدخل على بنك او على مؤسسه اقتصاديه ولا حاجه ولا يعني انا عايز مثلا قرض على الموضوع الفلاني بتقول له اهلا وسهلا وتديه على طول كده، لازم تعمل بقى تكنيكال ستادي وتعمل فيزيبيلتي ستادي وتعمل فاينانشال ستادي، كل حاجه يعني تعمل عشان خاطر ايه. فدي بيعملها مين؟ اجهزه البحوث والاستشارات، فدي ايه؟ من ضمن الستيك هولدرز مقدمي التسهيلات. هيئات النقل والتخزين، وكالات الدعايه والاعلان، فكل دي ايه؟ اللي هي مقدم التسهيلات يعني بيعمل تسهيل، النقل والتخزين بيبقى بطريقه معينه وكالات الدعايه والاعلان بطريقه معينه. طيب المنافسين، الاعداد والمواقع، انا لازم اعرف يعني في حاجه اسمها ماركت شير، انا بشتغل مثلا في مجال معين لازم اعرف ماركت شير بتاعي، مثلا في البترول انا مثلا في الحفر مثلا عارف انا الماركت شير بتاعي قد ايه، كل بلد فيها شركات كبيره، يعني مثلا في البترول في بيكر، في شمبرجي، في هاليبرتون، في شركات كثيره، كل الشركات موجوده يعني هتلاقيها هي نفس الشركات هي كلها في العالم، بس كل واحد وشطارته بقى بيدخل في الماركت وياخد شير، من الشير بتاعته قد ايه وبتدي قد ايه وازاي يعرف ياخد بطريقه شريفه يعني يرفع الماركت شير بتاعه. ده سيستم طبعا يعني مش معقد ولا حاجه، بس يعني ايه بتعتمد برضو على اداره الايه الاماكن. فالمنافسون، الاعداد والمواقع، استراتيجيات المنافسه، واحنا بنتكلم برضو على هنا على الايثكس، يعني التعاملات بشرف، التعاملات بكفاءة. المنافسون برضو القدرات والامكانيات، بعرف قدرات الامكانيات بتاعت المنافسين بتوعي وانا اوصل لغاية فين. انا يعني برضو الكلام ده كله لإدارة مديرية المشاريع، نخلي بالنا ان كل نقطة من دول لها يعني لها ابحاث ولها تخصص ولها تخصص. الصور الذهنية والانطباعات دي اللي هي ايه زي ما بنقول، دي في موضوع اسمه السوشيال بيرسبشن احنا بنتكلم عليه ان شاء الله برضه في برزنتيشن ان شاء الله هنتكلم عليه فيها. المزايا التنافسيه، يعني كل متنافس هيبقى عنده مزايا معينه، في واحد مثلا بيقدم المنتج بتاعه مثلا باسرع، في حاجات بكواليتي اعلى، في حاجات بكوست احسن، ببرايس احسن، اتجاه الحصه الصغيره دي اللي هي دلوقتي اللي هي الايه؟ اللي هي اللي كنت بتكلم عليها الماركت شير، اتجاه الحصه الصغيره، الماركت شير ماشي ازاي؟ طيب
تحبوا ناخد 5 دقايق ولا حاجة؟ أنا حاسس إن إيه رأي حضرتك يا باشمهندس عمر؟ إحنا دلوقتي في السلايد 29. يا باشمهندس عمر، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم يا دكتور، مع حضرتك. أنا محمود. ازيك يا حبيبي يا استاذ محمود؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ هل تحب ان احنا دلوقتي في سلايد 29 والتوتال عندنا 46 سلايد، هل تحب ان احنا ناخد 5 مينتس كده؟ انا ما عنديش مشكله، انت عارف ان انا يعني ايه بعشق اللقاءات مع المجموعات الجميله دي وتواجدي معاهم. لو تحبوا تاخدوا يعني لو تعمل تشيكينج كده وتشوف هل الناس محتاجه 5 مينتس ولا حاجه. لو في يا باشمهندسين، لو حابين تاخدوا بريك ولا حاجة، يعني يا ريت تقولوا على الشات. يا ريت يعني شيء كده، شوف الدنيا ماشيه ازاي. نخلص السلايد ده اللي هو بيتعلق بالبيئه، بالبيئات، التنسيق بين البيئات، ونكمل بعد كده بقيه السلايدز بتاعتنا. يعني هنتكلم على الستيك هولدرز بعدين. ها، أعتقد 5 دقايق يا دكتور ناخد بريك يعني. طيب خلاص، حتى نأجل دي، حتى خلينا بعد ذلك هنجمعها، لأن دي آخر سلايد في موضوع الإيه الانفايرمنت. تمام. فخلينا هنا نبقى فاكرين هي هنا وناخده، وبعدين هنتكلم على الستيك هولدرز بعد كده. احنا على فكرة ما بعدناش عن السلايد دي، لأن السلايد دي بت إيه بت 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 بتلم الإيه الموضوع، يعني بتلم الموضوع بتاع الانفايرمنت على بعض، اللي هو الانترنال انفايرمنت والمايكرو انفايرمنت والماكرو انفايرمنت. هنلاقي في النص ده المشروع اللي هو المايكرو انفايرمنت هو اوكي. طيب عندنا نتكلم على ايه؟ على العلاقات دي بقى في البيئه الخاصه، الاتفاقيات، ممكن نعمل اتفاقيات خلاص، يعني اندماجات، جوينت فينشر بقى، حاجات انواع كثيره من الاندماجات. نمره 2 الامتلاك او البيع، يعني مش عارف جوجل اشترت واتساب اشترت، مش عارف الكلام ده كله الاخر، اللي هي الايه اللي بين الناس وبعضها. التحالفات الاستراتيجيه، زي مثلا فترات كان ديلينجهام واي بي بي وتشودا شغالين مع بعض، مثلا بيعملوا لنا هنا مطار، اشتغلنا معاهم شويه يعني كده، كانت فتره كويسه يعني. طيب هو السلايد ده فيه كتابه فيها حاجات كتير مش حلوه يعني، لكن اتس اوكي يعني. اداره المعلومات برغبه البيئه، تصميم نظم المعلومات، معلومات الافراد، ذوي العلاقات الخارجيه. كل ده احنا بنتكلم على ايه؟ على الايه؟ ازاي اتوافق مع المتغيرات البيئيه، بالاتفاقيات، بإدارة المعلومات. وأنا في رأيي إدارة المعلومات دي من أهمهم، لأن ما نقدرش النهارده نعمل أي حد يقدر يتطور في أي مجال إلا لما يكون الأي تي معاه، يعني معاه وبيعلى معاه، ولأن هو السبب النهارده في التطور العلمي، التطور التقني، التطور كل حاجة، هو في الانفورميشن تكنولوجي. طيب التعلق بقى مع المتغيرات البيئية، التخطيط الاستراتيجي ده مع إيه؟ مع البيئة العامة، مسؤولية مع البيئة العامة. الحفاظ على الموقف الحالي، التغير المحدود في الاستراتيجيه، يعني بقى في تغيير استراتيجي، يعني انا مثلا يعني انا في تخطيط استراتيجي كان موجود في مدينه الاسكندريه زمان في السبعينات، وكان لا يمكن تعمل اي مشروع الا لما تكون تاخد موافقه اداره تخطيط استراتيجي لمحافظه الاسكندريه. انا بتكلم على ما اعلمه او ما عشته. فانا عشان اخد ترخيص مثلا ببناء فندق، لازم اعدي على مدير عام تخطيط استراتيجي، وكان راجل عظيم حقيقه من الناس اللي لا تنسى. في التخطيط الاستراتيجي ده حاجه مهمه جدا، عشان احنا ما نخرجش بره الاهداف العامه. التخطيط الاستراتيجي ده مش مرتبط بحد يتغير، لا، المفروض يبقى ثابت. فالمهم، فالحفاظ على الموقف العالي، التغيير المحدود في الاستراتيجيه، استخدام استراتيجيات جديده، وبرضه ما فيه مش جمود، يعني تقدير استراتيجي او استراتيجيات مش جامده يعني، ولا هي تتغير كل يوم ولا كل سنه ولا كان نقول، لا،
ولا هي جامده. يعني احنا ممكن احنا ماشيين في الابلكيشن بقى اللي في الاداره الاستراتيجيه. طبعا برضو ده تخصص، وتخصص عالي جدا جدا، اللي عايز يدرس تخصص استراتيجي يدرس. برضو انا عايز اقول برضو عشان نتكلم كلام صح، لا ادعي ان انا متخصص في الكلام ده كله، وباكد دايما على كل حاجه، ما موضوعاتنا كلها بنتكلم عليها في جميع لقاءاتنا بنتكلم فيها على النولج اللي المفروض مدير اي مشروع يعرفه، بس هو بقى من جواه هيجي متخصص لكل نوع من الحاجات دي اخرها عنده. يعني طبعا انا طبعا باكد على الكلام ده كله عشان ايه؟ نؤكد ان احنا مش ان احنا 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 او ار مانجنج، احنا تو مانج، ان انا ايه زي ما قلنا بنطبق الفور فانكشنز بلاننج اورجنايزنج ليج وكنترول على ايه؟ على الفور جزء اللي هي الايه؟ الام من باور ماتيريال ماشينري ومال. خلاص؟ طيب حق التوافق بقى من الغرض البيئيه ازاي؟ تاثيره المباشر، التعاقدات طويله الاجل، التاثير في العملاء، قابلنا كلام ده، بنتكلم على العملاء يعني اشتغل معاهم ازاي؟ الكلام ده كله ده طبعا له تفاصيل كثيره جدا، هو عايز بقى تخصص بقى يدخل، اللي هو عايز تخصص بقى يدخل في هذا الكلام. التاثير في الاجهزه التشريعيه، العلاقات الثقافيه والايه؟ والاتحادات العمليه. طيب المرونه التنظيميه، تطوير الاجراءات واساليب العمل، التفويض، تمكين العاملين، فرق العمل. دي بقى ايه اللي هي ازاي اعمل توافق مع المتغيرات البيئيه المختلفه في الايه؟ في المايكرو والماكرو انفايرمنت. هنا بقى احنا ايه ميرلي اتكلمنا بما يكفي عن موضوع الانفايرمنت، اتكلمنا عن البيئه الداخليه اللي هي internal environment بالنسبه للمشروع، مش ده بقول لما المشروع مش الكاربت، خلي بالك برضه احنا اتكلمنا برضه الفرق بين الاثنين، واتكلمنا على المايكرو انفايرمنت اللي هي البيئه او البيئه انا محاط بيها من خارج المشروع، واقدر اتعامل معاها باحسن من كل ما البيئه بعدت، زي ما كنا بنقول انا في حي وبعدين في ايه في مدينه وبعدين في بلد، فانا تغيير تاثيري على الحي ممكن يبقى ايه سكود، يعني عارفين الناس بعض بعض وبيعرفوا يصوروا زمان، انما في المدينه لازم يبقى في تاثير، انما انت ممكن تتعامل معاه، ممكن تغير فيه، ممكن يبقى لا إيه. على مستوى الدوله مثلا يبقى انت ايه الانفايرمنت بتاعك لازم تعرف ان انت ايه تعرف ازاي تتعامل معاه في 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 معظم حالاته، مش هتغير فيه في الوضع العام. يعني قول هنا الستيك هولدرز، بنتكلم على ايه؟ على الستيك هولدرز، هنبتدي نعرفهم ونعرف يعني ايه ستيك هولدر. الستيك هولدر ده هو لفظ يعني في ناس اللفظ يعني ايه ستيك هولدرز، يعني الناس ستيك يعني ايه يعني بتاع ستيك اللي هو حته اللحمه يعني الكبيره، يعني هو ستيك هولدرز يعني هي يعني الناس المشتركه في الاهتمام بموضوع او التاثر او التاثير على موضوع معين او على هدف معين. التعريف بتاعهم بقى وال يعني a couple of slides in English او وبعدين احنا بنخش تاني في الأرض، مفيش مشكله يعني مع بعضنا، يعني انا مش ما بجمدش الامور. يعني stakeholders are persons or group who are participating in the project، مش بتكلم على ايه برضه ايه in the project or interested in its performance، يعني يا اما مشاركه في المشروع يا اما مهتمه بالتشغيل بتاعه او constrained by it او متاثره بيه. They have a vital مش or interest in the success of an organization and the environment in which the organization operates. يعني له اهتمام او فائده من نجاح المنظمه في الانفايرمنت اللي الاورجنايزيشن شغاله فيه. يعني اي واحد
هيتأثر بهذا المشروع أو هيؤثر في هذا المشروع ده ستيك هولدر. اكزامبل سريع للستيك هولدرز انكلود مين بقى؟ سبونسرز، سبونسر اللي هم الايه؟ الكفلاء او الكفيل بتاع المشروع اللي هو المفروض صاحبه او بيشرف عليه او بيصرف عليه او بيديره مثلا لو هو من طرف حكومه او من طرف مؤسسه او الى اخره. كونتراكتورز المقاولين، الكونتراكتورز ده ما تعليش كونستراكشن كونتراكتور، لا في كونتراكتور لتوريد اغذيه لمستشفى لاي حاجه او مثلا لفندق الى اخره يعني. كونتراكتنج doesn't mean construction دايما يعني. كونتراكتور بيعمل سيستمز كمبيوتر سيستمز يعني اللي هو سو تريتون زي ما بيقولوا باللغه الفرنسيه يعني. التيم ممبر، التيم ممبر ده بي ايه بي ده اكزامبل ستيك هولدرز. اكزامبل ستيك هولدرز نبقى عارفين يعني دول مين. بروجكت مانجر، سبلايرز الناس اللي ايه الموردين في المشروع. البريشر جروب اللي هو ايه اللي هو يعني اي حاجه اي نوع من انواع الضغوط على ايه على الجروبس اللي متعلقه بالمشروع ده. طيب ستيك هولدر، اتس امبورتنت تو ايدنتيفاي ذا ستيك هولدرز ان البروجكت از ايرلي از بوسبل. يعني كل ما انت عملت الستيك هولدر اناليسيس كل ما عملتها بدري في المشروع هتلاقي ان انت استفدت كويس. مش كل الناس تقدر تعمل الستيك هولدر اناليسيس، وبرضه ما بدعيش نفسي ان انا احسن من حد يعني، انا يعني كلنا واحد. ف اللجوء لحد بيعمل الاناليسيس دي او الى اخره لا يعيب حد، لا يعيب ان انا ابقى ستراكشرال انجينير ومعايا ماجستير ومعايا دكتوراه واجيب واحد متخصص في الاستراكشرال ديزاين مثلا لحاجه معينه، لا يعيبني. لا يعيبني ان انا يعني لا يعيبني ان انا اعمل اسسمنت، لازم اعمل اسسمنت لنفسي كويس قوي ايه اللي اقدر اعمله ولغايه فين واجيب المتخصص امتى واجيب الفانكشنال بيرسون او فانكشنال مانجر. It's important to identify the stakeholders in a project as early as possible because these people can use their influence either to support or to block project's team efforts to achieve its goal. يعني زي ما قلنا يعني التوب بقى اوف ذا سيستم الحكومه، الحكومه اللي عايز ستيك هولدرز. لو انت عملت اي حاجه مخالفه لقرارات حكوميه او لقانون او الى اخره الحكومه هتوقف لك الشغل. افرض ما تسيبكش يعني ما بتسيبكش تكمل خلاص. لو انت يعني ده اللي هو التعريف العام، برضو مش هخش برضو في التفاصيل عن ده ممكن ياخد مننا وقت كتير قوي. مش انا مش هعمل ستيك هولدر اناليسيس واحنا قاعدين دلوقتي. في واحد ستيك هولدر يعني انا ببني مستشفى في حته وقريب مني مثلا مستشفى ثانيه قد تكون نفس التخصصات، يبقى الستيك هولدر بتاع المستشفى القريبه الثانيه مني بقى منافس، مش هيبقى ايه مش هيبقى دمه خفيف قوي او مش هيتقبلني بشكل او باخر، مع ان هو يعني زمان كان في حاجه اسمها سوق صاغه، كل الصاغه فاسحين في مكان واحد، كل دول المفروض نظري يا منافسين متنافسين. التنافس الشريف ليس عيب. كان في زمان ودي ethics، وفي ناس انا اعرفهم والله حتى الان حتى الان حتى الان بيعملوا هذا الكلام، وهو حد يضحك عليا يعني. واحد مثلا اثنين محلين مثلا، هقول بقالين مش هقول مثلا اي نوعيات معينه يعني، او مكتبتين ثلاثه فاتحين جنب بعض. واحد جاله كان شويه زباين في الساعه الصبحيه مثلا، شويه زباين كتير، فيقول له مثلا ايه بيبقى عنده الصنف وعنده نوع وعنده كل حاجه، يقول له ايه المكتبه اللي جنبنا عندها ايه الصنف ده وعندها الحاجه اللي انت عايزها، او يعني بي 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 ومحدش يقول ان ده خيال ولا ده مستحيل ولا من ضمن الحياه اللي احنا عايشينها. لا كان زمان فكهاني وقريب منه فكهاني تاني يقول له ايه الراجل اللي جنبي ده شايفه النهارده ما استفتحش، روح اشتري من عنده
واخدين بال حضراتكم؟ دي اثكس، خلي بالنا. يعني انا بتكلم على التنافس الشريف، واتكلم على ان احنا محدش حاجه بياخد رزق حد، ولا حد بيمنع عن نفسه رزق. يعني بالمختصر المفيد، احنا لازم نبص لبعض ونبص للمنافس بتاعنا اللي هي بيسموها المنافسه الشريفه. As a project manager you have a responsibility to achieve stakeholder expectation. المشروع بتاعك كل واحد له expectation منه، له توقعات منه. مقاول باطن متوقع انه هياخد شغل معين بسعر معين بمكسب معين. مورد حاجات معينه عنده expectation ان هو هيورد حاجه معينه بسعر معين بحاجه معينه. العميل متوقع ان هو هياخد منتج بكواليتي معينه بوقت معين ببرايس معين. يعني كل واحد له اكسبكتيشن معين في اي بروجكت. بروجكت مانجر كان بليز اول اوف ذا بيبل اول ذا تايم اول اوف ذا تايم. مدير المشروع لا يمكن هيرضي جميع الناس في جميع الاوقات، لا يمكن. بس في بقى ايه هنا خبره التعامل، ان يعني ايه ان ما بقاش يخسر حد. انا بعمل ستيكهولدر اناليسيس وادرسها كويس وعارفها كويس، ابقى عارف ان عند نقطه في لحظه معينه. يعني انا وانا ببني عماره مثلا في مرحله الاساسات مثلا جنبي جيران، الجيران دول هيتاثروا بالاساسات اللي انا بعملها، وممكن يحصل مشاكل مع جيران معينين ويقفلوا المشروع كله من اول لاخره. زمان كنا بندق خوازيق مثلا في تاورز ولا حاجه، وجنبينا عزبه جود ساعتها تعبانه. لازم تعرف كويس قوي ازاي تتعامل مع الناس في المنطقه دي، لان واحد فيهم شايف خازوق بيدق بيته بيترج. فلازم ان انا يعني ايه نعرف الناس كيف نتعامل في هذه. دي احد الموضوعات اللي انا افتكرتها دلوقتي وانا بتكلم معاكم. يعني فلازم نبقى عارفين ده ستيك هولدر. حاجات كتير يعني انت لازم بكون عم بمارس كود الاناليسيس، افكر في امور باقصى ما يمكن باقصى قدرات. يعني it's inevitable that some of the decisions will be unpopular with some of the stakeholders. مش ممكن ان احد القرارات اللي انت هتاخدها هيبقى unpopular مع some stakeholders. يعني انت اي قرار بتاخده بيعجب ناس وفي ناس ما مش هيعجبها. اي قرار في الدنيا كده او اي حاجه بهذا الشكل. فالواحد لازم يبقى ايه في الستيك هولدر اناليسيس او في الديتيلنج بتاع اي 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 ستيك هولدر اناليسيس، لازم يبقى عارف مين هيبقى راضي في هذا المجال امتى وفين وازاي وهكذا. If the needs of two or more groups conflict, it's advisable to give priority to the needs of customers. يعني لو انا عندي اختيار ما بين حاجتين، واحده تتعلق بالكاستمر وواحده تتعلق باي ستيك هولدر تاني، يبقى في تعارض. يبقى انا لازم اعمل برايورتي لمين؟ الكاستمر. مش كده ولا ايه؟ انا مش ده مش يعني انا بقول هذا الكلام. يعني ان انا بنتج انتاج عشان عميل معين في السكه، واحد بيورد حاجه معينه يعني ايه يعني not to the standard up to the standard up to the quality to require quality. ده له مصلحه ان هو يخلص، لان مصلحه العميل بتاعي اللي هو الكاستمر بتاعي فوق اي مصلحه ثانيه. والمثل البلدي القديم اللي ايه العميل دائما ايه على حق. يعني دي حاجه كده يعني برضو ايه بنفتكرها يعني عادي مع بعض. طيب اداره العلاقات مع الاطراف ذوي العلاقه، هو الكلام ده كله النهارده الحقيقه ما هوش يعني ايه مش كومن قوي بالنسبه لحاجات كتير او بالنسبه لمشروعات كتير، لكن دي نقطه هامه جدا كستيك هولدر اناليسيس. احنا كنا بنقراها بندرسها بنشوفها في بي ام بي بنشوفها في الاي بي ام اي بنشوفها في البرنس 2 بنتكلم في اي حته، لكن
تطبيقاتها بتتعمل مش ما بتتعملش، لكن ما هياش فيري كومن يعني. قد يظل مفهوم مسؤولية إدارة المشروع غير محدد إلى أن يسأل أحدهم هذا السؤال: مسؤولية أمام من؟ يعني أنا بدير مشروع، ده كل واحد يقول لك أنا مسؤول، أنا المسؤول، أنا المسؤول. طب المسؤول قدام مين؟ هل قدام مديرك؟ لا، ده مش قدام مديرك بس، ده أنت قدام مسؤول قدام كل الستيك هولدرز اللي عندك، وكل الستيك هولدرز اللي هم ما يعرفوكش. أنت مسؤوليتك كمدير مشروع قدام كل ما هو يا إما مستفيد أو مش مستفيد أو قد يخسر من المشروع. تمام؟ طيب، بيئة عمل المشروع تتضمن عدد أكبر من الجماعات ذات المصالح الخاصة في نشاطه، يشار إلى تلك الجماعات بأصحاب المصالح لأنهم يؤثرون ويتأثرون بإنجازات المشروع كأهل الأهداف. يجب أن تتابع إدارة المشروع جيدا لتحركات تلك الجماعات. خلاص؟ حيث أنها سوف تحاول تحقيق التجاوب السليم على الاتجاهات العامة في بيئة الأعمال. يعني لو أنت بتعمل قرارات أو بتعمل حاجات لمصلحة جروب معين أو ناس معينة، هتلاقي تجاوب سريع جدا. اللي مش مقتنع وأنت في السكول بتاعتك، محتاج إن أنت قبل ما تعمل قرار معين أو تنفذ هذا القرار، إن أنت تعمله معاه، هتكسب كويس. يعني هتقدر إن أنت يعني إيه، ما تلاقيش معارضين، ما تلاقيش ناس بتضايقك وأنت بتخلص مشروعك. سوف تترجم تلك الاتجاهات إلى ضغوط مباشرة قد تؤثر على أنشطة المشروع وقدرة تحقيق أهداف. لو أنت ما إيه ما درستش صح الناس اللي هي مش مستفيدة أو الناس اللي هي هتتأثر تأثير سلبي قبل المشروع. مما يزيد الأمر تعقيدا أن كل مجموعة لها أهدافها ومعاييرها الخاصة، وأن هذه المعايير قد تتعارض إلى حد كبير، قد تتعارض، خلي بالنا. هنا يكمن التحدي الكبير لمدير المشروع في تحقيق التوازن بين مصالح كل الفئات. فالموضوع موضوع هام جدا، وناس كتير ما بتاخدش بالها منه، لكن لازم يعني نسمعه كتير ونقول كتير ونتكلم فيه كتير ونتناقش فيه كتير. كفايه كتير ما بتطبقوش، لكن انا يعني في مرحله من مراحل حياتي كنت بسمع مدير مشروع، مش انا والله، مش انا، كان لازم اول كل شهر يعمل ستيك هولدر اناليسيس، كل التغييرات وكل البتاع، وانا يعني عجبت بيه جدا وحاولت اعمل ازاي ولكن ما قدرتش. طيب، من هم الاطراف ذوي العلاقه؟ هنتكلم على الاطراف ذوي العلاقه بقى المره دي، بقى ستيك هولدرز، مش بتكلم على الانفايرمنت، خلي بالنا. يعني دول كانوا جوه، دول كل دول كانوا جوه الانفايرمنت هناك، سواء في الانترنال انفايرمنت بتاع البروجكت او الاكسترنال انفايرمنت بنوعيها اللي هو المايكرو والماكرو انفايرمنت. ففي الملاك او الناس اللي هم الايه الكلاينتس او الكاستمرز او الممولين يعني اللي هم خلاص، العاملين في المشروع، بعدين العملاء الناس اللي بطلعها البرودكت بتاعي او السيرفيس بتاعي، الممولون اللي هم اللي بيمولوا المشروع، اللي بيمول المشروع ده يعني المفروض ان انا بيمولني في بنظير شير معين، فهو عايز الشير بتاعته تبقى مظبوطه. المنافسون، لان المنافس بتاعك يعني هو مش بقول ان هو عايز، انا بتكلم عن المنافسه الشريفه يعني له حاجه معينه لازم يعني ايه، يعني بيشوفك لو هو يعني ممكن بمنتهى الشرف برضه يعني عندي انت دي حاجه معينه، هو ينزل الماركة بتاعه او ينزل اللي هو الماركة بتاعه عشان خاطر يبقى ايه في الليفل بتاعك، لو انت بادي وبتنزل السعر بتاعك عشان تاخد ماركت شير، هو برضه بمنتهى يعني باثكس، هو ما عملكش حاجه، هو ما جاش جنبك، انت عملت حاجه معينه، انا عشان ما اخسرش السوق بتاعي والناس بتاعتي. عشان كده المنافسه ما هياش وحشه، المنافسه كويسه، بس لو هي شريفه، لو هي واضحه، لو هي يعني ايه يعني ايثكس يعني اخلاق. المصممون طبعا ده الستيك هولدرز الاساسيين. المقاولون سواء بقى المقاول العام او المقاول الباطن،
او اي مقاولين، يعني الموردون في المشروع او الموردون اللي بره اللي هم يعني شايفين الترند بتاع المشروع ماشي ازاي او الماتيريال بتاعته ماشي ازاي. المجتمع المحلي هام جدا، طرف طرف ذو العلاقه، انا ببني في حته معينه. زمان كان في خوازيق الدب دب، دلوقتي مثلا في خوازيق اللي هي العاديه بتاعتنا الجميله دي اللي هي قطين فلايت اوجر او دونفيز، يعني يعني احفر واعمل او الى اخره، او اي حاجه يعني بتسبب اي نوع من التاثير على المجتمع اللي انا عايش فيه. طيب المجتمع المحلي بتاعي ستيك هولدر، ستيك هولدر هام جدا. مشروع مثلا لو احتاج مني مثلا ان انا اشتغل فيه بالليل، ابقى عارف اتصرف ازاي وهبقى اعمله ازاي وهكذا. الحكومه طبعا ستيك هولدر اساسي في كل حاجه، في كل حاجه بقوانينها بتشريعاتها بكل حاجه بالكنترول اللي بتعمله. المهم التعرف على الافراد ذوي العلاقه بالمشروع في مرحله مبكره، بحيث انهم قد يدعمون جهود المشروع وقد يقومون حائلا لنا خلال. يعني انت من الاول خالص عرفت الستيك هولدرز بتوعك، عرفت تتعامل معاهم، عرفت كل واحد عاوز ايه ومش عاوز ايه، وقدرت ان انت تحقق الحل اللي ما فيش حاجه بترضي الجميع زي كنا بنقول دلوقتي، الحل اللي هو يقدر ينجح لك مشروعك ويبقى في مراحل معينه ما حدش يقف يضايقك او الى اخره، يبقى انت ايه هتنجح في مشروعك. امثله برضه نموذج الاطراف ذوي العلاقه بقى، هنا احنا كنا بنتكلم على ايه؟ النموذج بتاع الايه؟ بتاع الانفايرمنت، الناس اللي جوه الانفايرمنت، هنا بنتكلم على الايه؟ على الستيك هولدرز بقى. العملاء نوعيات وتقسيمات، قد تكون نفس الكلام بيتكرر هنا. انا ما بقولش ده سلايد متكرر. بس ده هنا في ايه؟ كستيك هولدر، وهناك كان في ايه؟ الانفايرمنت. فالعملاء نوعيات وتقسيمات نفس الكلام اللي كنا بنقول عليها قبل كده. الموردون الانواع والمراكز، تكون نسبيه وتفاوضيه، هكذا تغيير الاسعار والتقسيم، نفس الايه الكلام، بس هو هنا تحت نموذج في الـ في الـ في الستيك هولدرز، والثاني هناك كان في ايه؟ في الـ في الـ في الناس في الانفايرمنت. نفس السلايد اللي شفناه قبل كده برضه، الوسطاء برضه نفس القصه، جزء متكرره ثاني. انا بحاول يعني ايه؟ يعني نكسب وقت. مقدمين التسهيلات برضه احنا قلنا الكلام ده برضه قبل كده. مقابل توقعات اصحاب المشاريع، من الضروري ان يتعرف مدير المشروع على توقعات اصحاب المصالح، وان ايه يبذل ما في وسعه لتحقيقها. يعني انا ببذل ما في وسعي، وده الهدف الاخير او الاهداف الرئيسيه من ايه من اللقاء بتاعنا بتاع النهارده، ان انا اعرف كل ستيك هولدر توقعاته ايه، وابذل اقصى ما يمكن عشان احقق الهدف بتاعه. كذلك يجب الاخذ بالعين الاعتبار بعض هذه الاهداف قد تكون غير واقعيه او ممكنه للتنفيذ، ومن ثم هناك حاجه للتاكد من امكانيه تحقيق الاهداف. في ناس بيبقى عندها اهداف كبيره شويه، فيعني ايه ولاقي ان هي غير واقعيه او غير ممكنه للتنفيذ او الى اخره. فانا كمدير مشروع اعرف ازاي اتعامل معاها وازاي اتصرف فيها. هي طبعا عايزه خبره، وعايزه تسال، وعايزه تدرس، وما تحرجش ان انت تعرف بعض المعلومات عن الستيك هولدر ده، سواء هو انسان سواء هو مؤسسه او الى اخره، وتعرف تتعامل معاه ازاي وازاي انت تعمله طبعا بشكل شريف. يعني اذا لم يراجع مدير المشروع هدف هذه الجماعات، فقد يجد نفسه على طريق المستحيل، وقد يتحمل وحده مسؤوليه انهيار او فشل المشروع. احنا بعنينا عنينا مش عايز اقول في هنا في مصر بس، وفي دول كتير في الخليج مشروعات كتير جدا معموله من عشرات السنين ولغايه النهارده لم تستخدم، وقد تكون استخدم بين 10% 20% 30%، لكن اسماء كبيره جدا واتصرف عليها مليارات ولم يستفاد منها خالص. وانا مش هذكر طبعا الحته ولا هذكر حاجات، انما دي حاجات احنا شفناها بعينينا. حياة سكنيه كتير اتعملت سكنتش، حياة سكنيه كتير جدا اتعملت خلاص فيها كل حاجه واتهدت وهي ما اتسكنتش. انا بتكلم على الحاجات اللي هي الملموسه. فيعني ايه لازم السيكولر اناليسيس مهم. اذا مراجعه مدير مشروع هذه الجامعات
تجد نفسه على طريق المستحيل، ممكن ما تقدرش تحقق تنفذ مشروعك، وقد يتحمل الواحد مسؤولية انه يرى فشل المشروع. فدي حاجة مهمة جدا، والكلام ده كلام ده واقعي وكلام حقيقي يعني. ايضا يجب على مدير المشروع على سبيل المثال، مدير المشروع السكني، اجراء دراسة للتعرف على حاجات ورغبات اولئك الذين سوف يقومون به. وكلما زادت المعرفة عن احتياجات ورغبات المستخدم النهائي، كلما زادت قدرة المشروع على إشباع وبقاء تلك الرغبات. أنا بعمل مشروع سكني في منطقة معينة، سواء منطقة شعبية، منطقة إسكان متوسط، أو منطقة إسكان فخر. لازم أبقى عارف حاجات ورغبات الناس اللي هتشتري الحاجات دي ومنها الآخر. دي بتفرق كتير جدا في إدارة المشروع الأول خالص، تفرق كتير جدا في الديزاين، في التصميم بتاع المشروع، تفرق كتير جدا في تشطيبات المشروع، تفرق كتير جدا في الكواليتي بتاعت الايه الحاجات اللي بتركبها في المشروع، تفرق كتير في نوعية الخدمات. واضح الموضوع يعني؟ انك لازم يبقى عارف المستخدم النهائي يعني كديزاين حتى. يعني انا بعمل شقه مثلا، مش هاجي في حته شعبيه او فخور شعبي واعمل معاها شقه 250 متر ابقى على طول يعني، او اجي في حته يعني اللي هي الاسكان اللي هي المتميز واعمل شقه مثلا 100 متر و120 متر مش هتباع. فلازم ان انا ابقى عارف الناس اللي هتدخل في المشروع ده مثلا، ده كمثال مشروع سكني. انا بتكلم السكني ليه؟ لان دي طبيعتنا، احنا بنقول الاداره لكل الناس ولكل التخصصات، لكن احنا لما برضه لما بنحب نتكلم برضه بنوصل تخصصنا. لو واحد بتاع اي تي اللي بيدي اللقاء ده او اللي هو اللي بيقيم بهذا الكلام هيشرحه وهيدي لك امثله على مشروعات الاي تي. لو واحد بتاع مثلا مش في مجال الزراعه، مشروع زراعي، هيطبق هذا الكلام وهيكلمك عن الايه؟ عن تطبيقه في مجال مثلا الزراعه. لو واحد بيشتغل في اي حاجه يعني، الكلام ده كله ده كلام عام طبعا كل حاجه، بس سامحوني ان انا لما باجي ادي امثله بديها على الكونستراكشن، لان دي الفانكشنال كاركترستكس بتاعتي. طيب، اوليات وحامل احتياجات الاطراف في علاقه بتكون متعارضه. زي ما بنقول ولا قبل كده، من الصعب ارضاء جميع الاطراف في جميع الاحوال. اذا تعرضت احتياجات فئتين او اكثر، فانه يفضل تحديد اولويات او اهميه نسبيه لهذه المصالح. لازم يعمل اهميه نسبيه للمصالح تكون وكذا، ونشوف بقى ايه اللي ممكن يعني نعرف ازاي نحل تعارض ما بين واحد والثاني والى اخره. حاجه العميل يجب ان تمثل المرتبه الاولى عند تعارض الاهتمامات والمصالح اللي قلناها قبل كده. يبقى كده تاني، انت بتعمل المشروع ده لعميل معين او لعملاء معينين، فهم الفيرست برايورتي. لو تعرض الاهتمامات مع اي حد، لو تعرض الاهتمامات انا الشخصيه مع اهتمامات العميل، لا اهتمامات العميل هي اللي تكسب. اهتمامات انا الشخصيه بيرسونال بتاعتي، اهتمامات العميل لا، اهتمامات العميل هي اللي تكسب. تحدث المشكله بشكل واضح إذا كان هناك تعارض بين توقعات المشتري حول المقاولة وبين توقعات المستخدم النهائي لناتج المشروع. إذا لم يتم حل هذا التعارض وتم إرضاء الممول ولكن على حساب قيمة الناتج النهائي، هذه الحالة سينطبق عليها مثل القائل إيه؟ كانت عملية رائعة لكن المريض مات. يعني إيه؟ اتعملت البروسيدرز كويس قوي، واتعمل ديزاين كويس قوي وكل حاجة، لكن أنا عملت مساكن شعبية مثلا، لو انا في اسكندريه في رشدي، عملت مساكن اسكان متوسط في الزمالك مثلا. يعني ان انا مشروعي يبقى شو برضو انا بكلم بجد، الامثله بديها برضو على ايه؟ على الكونستراكشن. لما كل واحد في تخصصه في الفانكشنال كاركترستكس بتاعته يقدر ياخد في هذا المجال. طيب، اساليب ازاله التعارض في المصالح والاهتمامات. ازيل التعارض في المصالح والاهتمامات ازاي؟ طبعا ده هيبقى ده تايتلز، خلي بالنا
يعني ده كل ده تخصص جميل يعني، وعايز دراسات وعايز ناس متخصصه زي ما قلنا. رغبة البيئة، تنمية نظام للمعلومات عن البيئة، لازم في اي تي سيستم وعليه عن البيئة. خلي بالنا هنا، البيئة مش الايكولوجي، لا البيئة كل حاجة يعني، كل الكلام اللي كنا بنتكلم عليه من شوية. المشاركة في تبادل وجهات النظر تمثيل المشروع أمام الجهات الخارجية، زي ما كنا بنتكلم على إيه؟ على تيم بيلدينج وعلى إدارة المشروع والتيم ليدنج. ان البروجكت مانجر ايه او مدير المشروع بايه يمثل المشروع امام الجهات الخارجيه. تقييم الفرص والتهديدات، يبقى مدير المشروع عارف كويس قوي كل الفرص اللي قدامه ايه، الاوبورتيونيتيز والتهديدات، الثريتس ثريتنز ثريتنز يعني. متابعه تحليل الاثار المتوقعه للتغيير اللي هي الايه، اللي هي الـ يعني لما باجي اعمل، المهم يعني خلينا نتكلم عن الفرص التانيه اللي هي الاوبورتيونيز والفرص. خلاص يعني عايز اشتغل استراتيجيه التعاون مع الافراد ذات العلاقه وانا بشتغل في المشروع، سواء من اوله خالص، من اول ما وانا بشتغل لما فجر في مراحل الدراسات لغايه ما اسلمه او لغايه ما اخلصه، لازم يبقى فيه ايه؟ اعاده صياغه، لان زي ما بقول فيه برضه في حاجه اسمها التشينج مانجمنت. دي بقت برضه موضوع بقى جميل جدا، وبرضه ده بدأ يطلع برضه ويتم التخصص فيه بشكل رائع. ولازم ايه مدير مشروع يبقى عارف يعني ايه تشينج مانجمنت، يعني مهم جدا. وان شاء الله في لقاء بنرتبه برضه عشان التشينج مانجمنت، وفيري بريف وجوينج تو ذا بوينت، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله شوفوا ان شاء الله قريب. استخدام اسلوب منهجي لتحليل واداره العلاقات مع الاطراف المتداخله. يعني انا بين الستيك هولدرز، لما بعمل ستيك هولدر اناليسيس، انا مش بعملها علشان احطها في الدرج، او انا مدير مشروع شاطر عرفت الستيك هولدرز بيسووا ايه وازاي ان انا اتعامل معاهم وازاي اظبط علاقات مع كل واحد فيهم. لا، ده لازم يبقى في اسلوب منهجي ان انا احلل وادير علاقات. يعني النهارده هجاوب على في بلد المحطات دلوقتي بتروح تشوف ايه اللي عطيك بركه. ايوه يا لا، في حاجه باشمهندس محمود ولا حاجه، ولا ايه دي مش مداخله دي؟ ها طيب، اسلوب منهجي لتحليل واداره العلاقات مع الاطراف المتداخله. في 6 اسئله لازم مدير المشروع يتصدى الاجابه عليها. Who are your stakeholders؟ من هم أصحاب المصالح الخاصة بالمشروع؟ أنا كمدير مشروع بحدد العناصر اللي في internal environment، هو لما نقول في الأول اللي هو جوه البروجكت، في المايكرو انفايرمنت، في الماكرو انفايرمنت. من دي بطلع الستيك هولدرز، يعني في ناس بتقعد تطلعها بالخبرة. كلام كويس، لكن لو انا بعمل الاناليس بهذا الشكل، بطلع من صغير كبير الواسع اوسع، مفيش حد ما بتفتوش حاجه يعني، هيبقى النسيان أو عدم ان انا اخد بالي من النقط هيبقى برضه محدود الى حد ما. ما هي توقعات اصحاب المصالح؟ الاناليسز لازم احط توقعات لكل واحد، متوقع ايه من المشروع سواء سلبا او ايجابا. What are their expectations؟ يعني who are the stakeholders؟ يعني هنا ده التحليل بقى ايه؟ منهج تحليل اداره العلاقات، ازاي احلل الستيكولدرز هتتعمل ازاي، او الاوتلاينز او الارمز بتاعتها. ما هي نوعيه الدعم الذي يمكنهم تقديمه؟ اي ستيكولدرز قلنا يا اما له دعم، يا اما ايه؟ ممكن يلحق بضرر. طيب، what support can they give you؟ يعني ايه الدعم اللي ممكن اقدمه لك كراجل مستفيد من المشروع او له علاقه بالمشروع؟ السبورت شكله ايه؟ طيب النقطه بقى الايه المقابله لها؟ ما هو الضرر الذي يمكن ان يلحقه بك؟ what harm can they do for you؟ انت ممكن بالستيك او بالحسابات وبالتقدير وكلام من اخره
تلاقي انك كنت مكبر الموضوع قوي، متوقع من حد ان هو كان يعمل لك سبورت كبير جدا، وانت بتشتغل لقيت ان توقعاتك ما كانتش 100% مظبوطه، زي اي توقع. او برضو الضرر اللي انت كنت متوقعه اللي كان هيعملوه بيك وانت بتدرس وانت بتعمل، ممكن تلاقي الضرر الحقوقي بيك تلاقيه ماينور، فيعني ايه تسكيب ات او تتصرف معاه بشكل يعني ايه، كن انت في التفكير المبدئي او في الدراسات المبدئيه ما كانش واخد ال يعني البيسنس في الاناليسيس نفسها. هل يمكنك مواجهه كافه توقعاتهم؟ دي توقعاتهم مش توقيعاتهم، توقيعاتهم تبقى مشكله. هل تقدر مواجهه كل ده كله؟ يعني الدعم ماشي، انما الضرر هل انت تقدر؟ Will you be able to meet all the expectation؟ هل تقدر تحقق لهم كل expectation؟ سواء الدعم اللي هيقدمه او الحاجه اللي هو عايزها او الضرر. اذا كانت الاجابه لا، ما الذي يمكنك عمله؟ فدي الست نقط. يعني لو انا اقدر اواجه الاكسبكتيشن بتاعت كل واحد اوكي، اقدر اواجهها، اقدر يعني في خانه كده يبقى ايه اللي هي يعني اللي هي اللي البند خمسه، we be able to meet the expectation يعني yes or no. فالحته اللي عليها نو no. if not what are you going to do؟ الحته اللي عليها نو no. ان انا مش قادر اعمل يعني اعمل expectation بتاعه، يعني هو متوقع حاجه من المشروع وانا مش قادر اديها له، او متوقع مكسب من المشروع مش عارف اعملها له، لو هو هيروح يضرر بالمشروع وانا مش عارف اتصرف معاه مش عارف اعمل له حاجه، يبقى لازم ايه اقول انا هقدر اعمل ايه. طيب هنا اكزامبل سريع جدا، كل واحد عاوز ابن المشروع، ما دوريته هو ابن المشروع. عندنا الاول واحد المالك، المالك عايز ايه؟ عايز قائد مناسب وعايز تنفيذ صح، ده المالك مش كده؟ طيب المصمم عايز ايه؟ اقل مجهود في التصميم ومزيد من جهد المقاول. هو يعني ده كلام عام يعني مش كل المصممين كده، لكن ده النورمال. وجهد محدود في تنسيق الاعمال، يعني لان هو هنا بيبيع جهد، بيبيع يعني خبره وجهد، يعني مش بيبيع ماتيريال. المقاول العمومي ايه الاكسبكتيشن بتاعته؟ او عايز ايه من المشروع؟ عايز سداد منتظم، ياخد مستخلصاته في وقتها، ياخد دفع مقدمه، يعني يبقى ماشي في الكاش بتاعه او في الكاش فلو بتاعه مش مظبوط. عايز سمات كامله وبسيطه، ما يجيلوش رسومات ناقصه او ايه يعني ايه وبسيطه يقدر يفهم يقدر يعرفها، مش يعني كومبليكيشنز. يعني التنفيذ الخالي من المشاكل، عايز يبقى في تنفيذ ما تمشيش على التنفيذ ما فيهاش مشاكل، تبقى ايه الدنيا واضحه هنا وعارفه. طب العاملون بالمشروع، عاملون بالمشروع بقى عاوزين ايه؟ عاوزين ايه ست حاجات؟ يخلي بالنا من بقى الحته دي لان دي مهمه جدا. عايزين ايه؟ معامله عادله. ما اجيش ابص الاقي مثلا مدير المشروع مدلع ناس قوي وبيعاملني انا عادي مثلا، او بيدي مكافآت مجزيه وما بيدينيش. يعني عاملين مشروع عايز ايه؟ عايز مكافآت مجزيه، عايز معامله عادله، وبعدين عايز مكافآت مجزية. المشروع يحتاج ان انا بدل ما اشتغل 8 ساعات اشتغل 12، ما يجيش يقول لي لا ده هو بقى 8 ساعات، انا متفق معاك مثلا 8 ساعات تعالى بعد 12 ما فيش مشكله، لا في لازم يبقى في مكافآت على اي جهد زائد او على انتاج زائد. لازم انا كبروجكت مانجر ابقى فاتح قوي النقطه دي عشان اكسب الناس، عشان احافظ على الايه على المشروع بتاعي واحافظ على الايه. العاملين المشروع عايزين ايه؟ عايزين امان وظيفي، يعني انت مش كل شويه مثلا انا ودي نقطه مهمه جدا، وكنت في نقاش النهارده والله مع مهندس من اجمل المهندسين اللي انا شفتهم في حياتي الحقيقه، شاب من الشباب الجميل جدا الحقيقه شاب صغير، يعني مش شاب صغير يعني الثلاثينات والاربعينات يعني. امان وظيفي، لان النهارده اي مكان مهما كان بياخد مثلا الناس اللي معاه بالمشروع، انت خلصت مشروعك معايا شكرا جزيلا، بعد ما خلص المشروع
ما بلاش يعني، بيقعد يقول له انت على مشروع تاني بقى بعقد تاني وكونديشنز تانية كل حاجة تانية. الأمان الوظيفي ده هام جدا، وكل ما كان الموظف عنده أمان وظيفي هتلاقي إنتاجه أحسن، هتلاقي البرفورمانس بتاعته أحسن، هتلاقي اللويالتي بتاعته أحسن. ودي الحاجة للأسف اللي أنا يعني اتعلمتها برضو في فترة الكورونا دي، إن الأمان الوظيفي في دول آسيوية بدون ذكر برضو أسماء عالي جدا 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 عن أي حتة تانية، غير النظام في دول كتير أو شركات كبيرة جدا وأسماء كتير. للأسف الرؤية للشركات اللي هي بتنتهج منهج غربي بحت، وإن هي أي كرايسيس تقابله أو أي يعني مشاكل تقابله ما بيفكرش في الإنسان اللي عنده بما يكفي، كل همه إن هو الستوك ماركت بتاعه السهم بتاعه يبقى زي ما هو، يمشي يفاير بقى. في ناس عملت فايرنج لأكثر من 70% من الناس بتوعها. هذا الكلام مش موجود بهذه الصورة، وفي يعني أمثلة كثيرة جدا احنا اتعلمناها من صغرنا. ان ونخلي بالنا من حاجة برضو، يعني السيستمز في الدول، دول كثيرة جدا بتأمن الإنسان وأحسن كثير من أي حتة تانية، لكن إن الإنسان يقعد على دعم مثلا حكومي أو على دعم مؤسسات أو إلى آخره، ما هيش 100%. دي الحاجة اللي أنا يعني إيه استقرأتها، مش عايز أخش في الديتيلز برضه. أنا دي اللي أنا استقرأته في خلال السنتين اللي فاتوا اللي هم بتوع الكورونا يعني. فرص تطوير وظيفي، لازم الإدارة الناجحة، الإدارة اللي هي المفتاحة، تعمل إيه؟ تبقى عاملة الأورجنايزيشن شارت بتاعها موجود كامل كامل، وفي حتة فاضية. يعني أنا عامل مثلا فانكشنال ديبارتمنت، سي عندي مكتب فني، ده طبعا ده ممكن يحصل، بس انا هختار هو في ايه؟ انا في مكان مدير مكتب فني، تحت مدير مكتب فني في ايه؟ في اركتكتشرال، في استراكشرال، في كونسلفير، في 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 البلوك بتاع مدير المكتب الفني ده مش موجود. خلاص؟ بيشتغل شغل ده 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 يمكن في مبالغه شويه في الحته دي، لكن انا بقول ان الحته بتاعت ايه؟ فرصه التطوير الوظيفي. يعني ايه؟ ان انا وانا بشتغل موظف باصص رايح فين؟ يعني في يعني قصه بتحكى زمان، كنا بنسمعها كتير، ان واحد داخل مقدم في شركه فبيختبره مدير عام الشركه، فقال له ايه هدفك من التوظف في الشركه دي؟ فكان رده ببساطه شديده اني ابقى مدير عام الشركه. حظه كويس ان مدير عام الشركه ده راجل متفتح وفاهم ان اللي داخل عشان هدف زي ده راجل داخل ينجح وداخل يشتغل باقصى جهد. حد تاني يعني قد يسمعه كلام مش حلو ويرفص بقى ويعمل اللي هو الترقية. دول 6 نقط اللي بيوصلها مين؟ العميل بالمشروع. ودي نقطة من النقط المهمة، وبيعتمد عليها برودكشن، بيعتمد عليها نجاح المشروع، لأن أي مشروع في الدنيا بينجح بالبشر ولصالح البشر. بينجح بالإنسان ولصالح الإنسان. أي نشاط خلقه ربنا وخلقه على وجه الأرض لا ينجح إلا بالإنسان وللإنسان. الإنسان هو الهدف وهو الوسيلة، وهو وسعادة الإنسان هي
الهدف من عمل اي مشروع او اي فكره او اي حاجه. طيب نتكلم هنا ايه على المورد. المورد عايز ايه بقى؟ افضل شروط دفع. طبعا طبعا المقدم كم وأورد كم اخد ايه، فتره توريد ملائمه، افضل شروط دفع، فتره توريد ملائمه، الالتزام بموجب التعاقد المورد طبعا، لان انا لو ورد لي لو انا اشتغلت لو. وده على فكره ده سر نجاح شركات المقاولات اللي هي برضه مش عايز اقول اسماء عشان انا متعصب ليها، يعني في اسماء كبيره جدا بيعتمد نموها ويوجد حقيقه، دي حقيقه. يعني انا شفت شركه برضه بدون ذكر الاسماء كنت بشتغل معاها سي 25 سنه، الناس اللي فيها زي ما هم، رئيس مجلس الاداره بتاعها ما مشاش ولا واحد، لدرجه ان عنده مثلا مهندسين بكاد ما بيتحركوش دلوقتي، يعني ماشيين يعني عندهم كيسز مرضيه تمنعهم ان هم يدوا الفول كاباسيتي، ما فرطش في حد. والى الان مستوى نجاحه ما شاء الله، ربنا يكرمهم. وزي ما بيقولوا في الامثال البلديه وفي الشعبيه بتاع زمان، الحاجه اللي ما فيهاش لله ما بتكسبش كويس. المجتمع المحلي، نخلي بالنا اي مشروع لازم يحترم البيئه، لازم البيئه اللي هي الايه؟ المجتمع اللي احنا فيه، لازم تنميه البيئه الاساسيه. ما هو البيئه دي بتعني انسان زي ما كنا بنقول دلوقتي، وتوظيف الافراد. يعني البيئه بيهمها ايه؟ انك تحترمها. البيئه اللي هي لو انا بشتغل مثلا في حته، مثلا لو انا بتكلم على مايكرو انفايرمنت، بتكلم على ايه؟ على الحي بتاعي، على المدينه بتاعتي. فالمدينه بتاعتي بقى عايز ايه؟ عايزاني احترم البيئه اللي فيها. بنعمل تنميه البيئه الاساسيه، توظيف الافراد، احترمها وبنعمل بيئه اساسيه وبوظف افراد المجتمع المحلي بتاعي اللي انا عايش فيه. تحدي مدير المشروع هو ايه بقى؟ التحدي الاساسي ايه هي التوقعات وازاي ازيل التعارض بين التوقعات دي. طيب شروط الهدف، معيار للحكم على الهدف. الهدف كمي يبقى كوانتيفايد، يبقى الهدف بتاعي محدد بعدد، كمية بوزن، تمام. الهدف واضح، مش اصل لو كانت الموضوع اصل يعني، لا وبعدين البساطة، القدرة على التنفيذ، ما يعني ما اعملش حاجة مش ممكن تقدر، يعني ما اقدرش انا انفذها. يعني انا بعمل مشروع، انا صاحب مشروع، سبونسر بتاع مشروع او اونر بتاع مشروع، ويقف في السكة عشان انا مش قادر اكمله. تمام، القدرة على التنفيذ، يبقى انا اقدر انفذ هذا المشروع سواء فنيا سواء اداريا سواء ماليا. الاقتصاد، ان المشروع ده يكون مدروس كويس والهدف بتاعي مدروس كويس فاينانشالي، هيتمول ازاي، هيتصرف عليه ازاي، هينجح ازاي. المشاركة اللي هي البارتيسيبيشن بتاع كل المشاركين في هذا الموضوع. فدي شروط الهدف، عيار الحكم على الهدف، يعني الهدف بتاعنا ايه؟ ايه يعني؟ طيب اولويات الاهداف بقى بتبقى ايه؟ اول حاجه فيها الاهداف الاستراتيجيه، بتأثير قوي على نتائج المشروع. ده الهدف الاستراتيجي. الهدف الثاني اهداف تشغيليه، تأثير على الارباح، تكلفه، المبيعات. واهداف تكتيكيه اللي هي جزء من الهدف التشغيلي. التشغيل بتاعها هو ثلاث ليفلز برضه. الهدف الاستراتيجي ده الهدف الامور اللي هي يعني مش نظريا، اللي هي دايما الاستراتيجي مرتبط بخمس بالفوق الفايف ييرز، يعني فوق الخمس سنين. تشغيلي اللي هي التاثير على الارباح والتكلفه والمبيعات، والاهداف التكتيكيه اللي هي جزء من الهدف التشغيلي.
في نهاية هذا العرض اسمحوا لي أن أحييكم جميعاً صفة الصفوة من أساتذتي وزملائي وأبنائي الحاضرين معنا، وأدعوكم جميعاً للتواصل معنا دائماً مشاركين للأفكار ومتبادلين الفكر والثقافة والمعرفة، ونكون يومنا هذا استمراراً للتطوير والتحسين المستمر لنا جميعاً نحو ريادة التعمير والتطوير في جميع مناحي الحياة والتي تخوضونها بصفاتكم صفة الصفوة من المهندسين والرجال والسيدات العظماء. وشكرا. باشمهندس عمر، باشمهندس محمود، انا موجود تحت امركم، اي مداخله، اي سؤال، اي خاطر يجي على بال اي حد، انا تحت امركم لغايه ما ايه ما ما ما, ما الناس تقول لي روح. متشكرين جدا 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 يا دكتور على المحاضره دي، وجزاكم الله خيرا والله يا دكتور، المحاضره مفيده فعلا. لو باشمهندسين في حد عنده سؤال للدكتور حسين يعمل ريس هاند ويتفضل يفتح المايك، مفيش مشاكل. تمام كده يا دكتور، هو تقريبا مفيش أسئلة. أنا هحط فيه أهو في سؤال أهو، الفرق بين العملاء والملاك. العملاء دي كلمة الملاك اللي هم أصحاب المشروع، إنما العملاء اللي هو المشروع بيستهدفهم. فاهم؟ يعني أنا دلوقتي أنا صاحب عمارة، ببني عماره وببيعها، وببيع شقق. فالمالك هو الاصل صاحب المشروع، اللي هو صاحب الارض وجاب الناس وعمل واجار او انتج ايه؟ انتج شقق. خلاص؟ العملاء مين بقى؟ الناس اللي جت تشتري الشقق دي. شوف انا برضه بدي برضه الايه النتاج بتاع، انا صاحب مخبز بنتج عيش. المالك هو صاحب المخبز. العملاء اللي هم مين؟ الناس اللي بتيجي تشتري ايش؟ وضحت؟ مش ده 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 السؤال ولا انا ما فهمتش؟ لا دكتور وصلت عيني. وصلت؟ ما وصلت الحمد لله تمام يا باشمهندس رويد. لا تحت امرك. ما فيش اي اسئله، ما فيش اي اللي عنده اي فكر في اي حاجه، حاجه سؤال عن اللقاءات اللي فاتت، عنده بروبلم، عنده حاجه خطرت على باله وعايز يتجمل، احنا فوق، احنا مع بعضنا يعني. في سؤال يا دكتور، هو بيقول باشمهندس بيقول من الصعب تحقيق توقعات المصالح، ان في يعني في كثير من الاحيان تضارب بين مصالح الستيك هولدرز، ومثلا مثلا المجتمع المحلي كما يقال المجتمع المدني عن طريق الجمعيات الخاصه مثلا في فرنسا تقف فرق زعزعه تقدم بعض المشاريع. ما ده طبيعي، ما طبيعي ان يبقى فيه، ما عشان كده في الستيك هولدر اناليسيس. يعني انت الستيك هولدر اناليسيس بيبتدي من الفرد العادي ومن الناس اللي هي يعني البسيطه جدا لغايه قلنا العالم كله، حتى الكره الارضيه يعني ده طبيعي برضو. الا اذا كنت انا برضو ما فهمش السؤال، حضرتك ممكن تكرر تعيد السؤال تاني؟ يعني السؤال بيقول ايه بالظبط؟ يعني هل يعني انا كده رديت ولا يعني ده وضع طبيعي، ان في حاجات بتبقى محتاجه جهد كبير جدا ان انت تظبط الستيك هولدرز مع بعض، واحيانا ما بتقدرش. وزي ما كنا بنتكلم دلوقتي، لو تعارضت مصالح الكاستمر مع اي مصالح تانية، الكاستمر هو اللي يكسب. وتتعارض معارض الكاستمر معايا انا شخصيا كمدير مشروع، مصلحه الكاستمر هي اللي تكسب. ف يعني ده دليل ان في حاجات فما تقدرش تحقق. يعني يا دكتور مثلا الباشمهندس بيقول it was just observation، يعني هو مجرد ايه يعني اقتراح من او مجرد وجهه نظر من الباشمهندس شكيب. لا يعني برضه الدكتور سؤال لي انا خلاص شخصيا، يعني دلوقتي لو في مشكله من المالك
او الكاستمر قصدي، المصلحه بتاعته تعارضت مع مصلحه مع راي مثلا حكومي او راي سياسي او كده يعني، او راي قانوني، انا ما اقدرش اعملها. لا طبعا، خلي بالك، ما انت يعني هقول لحضرتك على حاجه، يعني دي حاجه من ضمن الحاجات اللي هي قابلتنا. يعني في ناس اشتروا شقق وهم عارفين ان الشقق دي مبنيه من تراخيص، تمام. خلاص، في ادوار مثلا عاليه، فجت الحكومه طلعت القرار والحته في الحاجات اللي فوق، اللي فوق الترخيص هدتها، تمام. ملوش عند الملك حاجه. يعني انت فاهم قصدي ازاي؟ يعني مخالفه، انا مش بتكلم الحكومه كقوه تنفيذيه او الى اخره، لا. يعني انا ما بيبقى حاجه مخالفه للقوانين او مخالفه الاعراف او مخالفه لاي حاجه، وما هي ايثكس وارضى بيها واعملها، انا ذنبي على جنبي بقى، واخد تمام بالك؟ تمام هي دي النقطة. يعني هي دي النقطة. طيب سؤال يا دكتور، لو عايزين نبدأ تحكيم هندسي نبدأ منين؟ عايز تبدأ يعني تبدأ كمحكم هندسي؟ ايوه بالظبط كده. يعني عايز تتخصص في التحكيم. عايز تتخصص في التحكيم، مفاجأة لناس كتير جدا. لازم تبقى فاهم يعني ايه بلاننج، لازم تبقى فاهم بلاننج يعني ايه، فاهم يعني ايه اوبريشن، يعني الكلام اللي بنقوله ده كله ينفع اي محكم. ومن اهم الحاجات اللي بتنجح التحكيم الدوكيومنتيشن، لازم يبقى فاهم يعني ايه دوكيمنت كنترول، لازم يبقى فاهم يعني ايه كليمز. انما وده كان ده كان ده كان مسار برضو، كان يعني استاذنا واستاذ اساتذتنا ربنا يديله الصحه، الدكتور محمد سليم العوض، ده من كبار المحققين الدوليين. كان زي ما قلت صارت، كنا في اجتماع مع برضه اونلاين برضه مع اساتذتنا الكبار اللي في جمعيه المهندسين السعوديين، وفي مناقشه معاه، فقلت له احنا ليه يعني ليه المحكمين؟ المفروض احنا ده تخصصات، هنبقى محكم، لو محكم خلي بالك مش محكمين، محكمين، يعني انا يتم تحكيمي، يعني خليني انا احكم، ابقى محكم مش محكم. فبقول له انت المفروض لما حد يتكلم عن التحكيم او يبقى فاهم كويس قوي، الراجل يبقى فاهم بلاننج، يبقى فاهم دوكمنت كنترول، ويبقى فاهم كوست كنترول، ويبقى فاهم كليم، ويبقى فاهم اداره مشروعات، اداره المشروع يعني اللي هو اللي بيسموه الكونتاكت مانجمنت، الكونتاكت مانجمنت، اداره عقد، يعني في مجموعه حاجات قبل ما يخش في القانون. يعني القانون يعني عادة في التحكيم العادي، دي نقطة سريعة جدا برضو هترد برضو على الناس، ما تعتقدش ان التحكيم ده مجرد هتاخد دورة التحكيم هتبقى محكم. يعني دورة التحكيم بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها كل قوانين التحكيم سواء المحلية او الدولية. هنتعلم فيه حاجة أساسية، ان انت ممكن مثلا يتم ان اختيارك كطرف في هيئه التحكيم، والطرف الثاني اللي هو اللي انت مختلف معاه هتقابل طرف ثاني. يعني انت بتعمل محكمه بقانون التحكيم، بتعمل محكمه خاصه، والاثنين الطرفين اللي هما المحكمين دول بيختاروا محكم مرجح، اللي هو عاده بيبقى رئيس اللجنه، وعاده بيبقى قانوني. ليه؟ لأنه للأسف التحكيم ممكن حد مفتح فيه يوقعه من الإجراءات، إنما أنت عشان تبقى محكم دولي، أنا بنصح برضو إنه يبتدي يسمع الفيديوهات بتاعت الدكتور لو هو إنجينير،
ده هو انجينير، يفتح اليوتيوب يدور على اسم الاستاذ الدكتور شريف الهجان، الاستاذ الدكتور شريف الهجان ده من احسن المحكمين الدوليين مش على مستوى مصر على فكره. مفيش حاجه، مفيش بيني وبينه حاجه شخصيه، ولا اظن ان هو يتذكر، يعني كان في لقاءات بيننا يعني كذا مره الحقيقه، وحضرنا مؤتمرات مع بعض يعني. سليم العوض افتكرني، وشريف الهجان ما سليم العوض وشريف الهجان يعني ما افتكرنيش قوي يعني. فبس هو استاذيته، المهندس اللي عايز يبدا في موضوع التحكيم قبل ما يمد ايده في حاجه يسمع محاضرات الاستاذ الدكتور شريف الهجان، وموجود على اليوتيوب، ومن اعظم واجمل الناس وابسطهم في انه يشرح هذه الموضوعات. والله اقتنع وفهم وعرف الدنيا ماشيه ازاي واخره. وبرضه انا بنصح ان اي حد عايز يتخصص كمل معانا للاخر، انا مش يعني احنا بنعمل حاجه للعموم، كمل معانا للاخر. هيقابلنا كونتاكت مانجمنت، هيقابلنا دوكيمنت مانجمنت، هيقابلنا انستراكشن مانجمنت، هيقابلنا بلاننج، هيقابلنا كواليتي، هيقابلنا كل الحاجات دي من الاخر الاساسيه خلاص. وفي نفس الوقت يخش ان باراليل مع دكتور شريف الهجان يسمع الفيديوهات بتاعته، يعني ربنا على قد ما نقدر حاول ما بين الاثنين يقدر ان هو ايه يحط البيز، حط البيز وحس ان هو خلاص هيز كيبل تو مانج، يدخل بقى ياخد دوره التحكيم ده، دوره التحكيم سواء تحكيم دوره التحكيم عموما سواء محلي او دولي، لان التحكيم المحلي او دولي بتركز ان بتدرس فيها الفيدك، بتدرس فيها انواع العقود، بتدرس فيها حاجات كثيره جدا قانونيه بس في الاساس يعني. انما عشان تطبق هذا الكلام على 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 براكتيكالي لازم تعرف الكلام اللي بنقوله ده كله من اول لاخر. تمام يا دكتور، اشكر حضرتك جدا يا دكتور على المحاضره القيمه وعلى اجابه حضرتك للاسئله كلها، ويعني مش قادر اوصف يعني المحاضره، محاضره جميله جدا يعني بصراحه. انت مجامل ورائع. ربنا يخليك يا دكتور والله، ده لا لا حقك حقيقي يعني. ربنا يبارك فيك حبيبي ويبارك في كل اللي حضروا، واحنا يعني ثقوا تماما ان يعني اي حد في اللقاءات دي احنا بنستفيد كويس قوي من الحضور، على الرغم ان احنا يعني مفيش لقاء الفيزيكال، وان شاء الله يحصل لقاء فيزيكال ان شاء الله، بس ربنا يزيل الغمه. وانا شاكر لكم جميعا، وتحت امركم اي وقت، ايميل موجود، تليفونات موجوده، بشمهندس محمود ان شاء الله عليه عامل يعني اكسلنت مانجمنت لكل انواع البرزنتيشن اللي حصل، اللقاءات اللي حصلت. اشكركم جميعا جدا، ونترككم في امان الله، ونراكم بعافيه ان شاء الله باذن الله وبصحه وسلامه يوم الاحد القادم ان شاء الله الساعه 7. شكرا جزيلا يا باشمهندس محمود، وشكرا للباشمهندس عمر، وشكرا لكل القائمين على اداره بيم اريجيا.